يا صباح الخيرات على مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله حضراتكم تستمتعوا وتسعدوا معانا بحلقتنا النهاردة. صباح الفل عليك. صباح الخير جدا. ازيك يا كريم؟ الحمد لله ربنا يخليك. صباح الخير والهنا والرزق والسعادة وكل حاجة حلوة يا رب في الدنيا. دايما كده الواحد لازم يكون متفائل وإن شاء الله يلاقي الخير دايما، بس مهم السعي زي ما دايما بنقول. النهاردة نهاية الأسبوع بالنسبة لنا، خلاص رابع يوم في 10 الصبح في الأهلي. أنا أكيد فقرات برضو مختلفة، وخلينا ننوه بقى في البداية كده لأن معانا بطلات ناشئات السلة للأهلي بعد التتويج بلقب عظيم جدا، بطولة منطقة القاهرة، وأكيد كلنا فخورين بيهم. فقرة تانية هتكون عن ملف أعتقد برضو في غاية الأهمية، هو بيتكلم عن رياضات بس لفئة مرضى الشلل الدماغي. إيه أصلا الشلل الدماغي دي؟ يعني مش معلومة عند كل الناس. إحنا نزلنا أنا وكريم فريق الإعداد برضو بعض المعلومات، وأكيد هنعرف تفاصيل أكتر خلال الفقرة. بس يا كريم، ملف مهم وفئة موجودة في المجتمع بنسبة كبيرة جدا، فخلينا بس كده ندي لحضراتكم او نعرفكم ايه النظره العامه عن المصطلح. فكره هنا شلل دماغي يعني ايه؟ هو بيقال بالظبط كده، الشلل الدماغي هو مجموعه من الاضطرابات اللي بتؤثر على الحركه او التوتر العضلي او وضعيه الجسم، وبيحدث نتيجه حدوث تلف بالدماغ قبل اكتمال نموه، وغالبا ده بيكون قبل الولاده. يعني ده بيحدث بعد، عفوا، قبل الولاده، مش حد بيحصل له بعد الولاده. فليه طبعا تاثيرات كتيره جدا، ليه تاثير على الكلام، على الاكل، على النمو وغيره وغيره وغيره. كل حضراتكم بتسمعوه ده دلوقتي حاجه. الحاجه الثانيه بقى ان في ابطال من الفئه دي. صحيح. يعني هي دي بقى النقطه، هو ده الرابط، وهو ده اللي احنا هنسمعه ونتعلمه في الفقره الاخيره. فيعني حاجه اعتقد محترمه جدا. وجود ابطال ده شيء هيبقى منطقي جدا طالما ان في اهتمام بيهم وفي دعم ليهم وفي تنميه لمواهبهم ولقدراتهم. وعلى فكره كمان حتى النظره المجتمعيه لكل الناس المختلفين بغض النظر عن نوع الاختلاف ايه، النظره المجتمعيه في حاجه للتغيير. هي النهارده مش زي قبل كده، لكن الى يومنا هذا برضو لسه في البعض من الناس اللي عندهم حتى طريقه النظره نفسها ممكن تبقى حتى فيها تعاطف، مش بالضروره يكون فيها، مش عايزين التعاطف ده، حتى التعاطف الله يفتح عليك، حتى التعاطف ممكن يكون جارح لصاحب المشكله. فاهم ازاي؟ وبعدين لما نعمل كده، لما المجتمع يستوعب الفئه دي وتندمج تمام الاندماج من غير ما نحسسهم باي فروقات، ده واجب على المجتمع، مش تفضل منه. انا بتفق معاك. هو ده، او هي دي ثقافه الاختلاف اللي اتكلمنا فيها قبل كده. ثقافه الاختلاف ان انا مش اقبل بس ان في حد لونه لون تاني او يعني مستوى تاني او فكر تاني. لا، هي صحيح. ثقافه الاختلاف في كل حاجه، ان احنا اصلا مختلفين، هي دي اصلا سنه الحياه. احنا جايين وكل واحد فينا ليه الدي ان اي بتاعه. يمكن على بمناسبه الدي ان اي احنا معانا خبر عن الدي ان اي. حس كده يعني. طب خلاص خلينا نبدا بقى كريم ونخش. طيب تعالي نبتدي، والبدايه هتكون مع اخبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللي استأنف تدريباته طبعا استعدادا لمباريات كأس رابطة الأندية اللي هتبتدي بمواجهة الجونة يوم الخميس الجاي إن شاء الله 13 يناير. وطبعا بيغيب عن تدريبات النادي الأهلي اللاعبين الدوليين المنضمين إلى منتخبات بلادهم استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية. كمان عايزين نتكلم عن استعدادات الأهلي لكأس العالم للأندية، وخبر أعلنه الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق. قال إنه قام بإرسال الملف الطبي للاعبي الفريق للجنة الطبية بكأس العالم للأندية، وأنه تم إعداد ملف طبي شامل لكل اللاعبين وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الطبية بكأس العالم للأندية، وتم إرسال هذا الملف في الموعد المحدد له. كويس جدا. كمان خليني اضيف في ضمن التحليل اللي هيتم او هتتم للاعبين، هنا بقى تحليل الدي ان اي اللي كنت بقوله لحضراتكم. طب ايه الفكره؟ هو وضح اسبابها الدكتور ابو عبله، وقال ان هو حدد برنامج لاجراء تحليل الدي ان اي اللي هو الحمض النووي يعني للاعبين، بدايه هيكون من الشهر الجاري، عشان يحدد هنا يا كريم كافه القياسات البدنيه والطبيه للاعبين لاطول فتره ممكنه. طبعا مشيرا ان التحاليل دي هيتم اجراءها بشكل تدريجي بهدف الوقوف على الحاله البدنيه والطبيه، كمان برامج التغذيه اللي بيحتاجها كل لاعب بشكل منفرد. واضاف كمان ان مثل هذه التحاليل بيتم العمل بها عالميا في اكبر الفرق حول العالم، قام الاهلي باستخدامها من قبل، وتحديدا بنتكلم عام 2019. واكد ان نتيجه التحليل او التحاليل دي او تحليل كل لاعب هيتحدد متطلباته بقى البدنيه وبرامج التغذيه المحدده ليه، فضلا كمان عن المساهمه في تحديد خطوات برامج الاستشفاء وعلاج اللاعبين المصابين. فعارف كده زي
زي ما انت بتكون بتعالج من المصدر بقى، يعني انت بيبقى عندك زي بروفايل او فايل كامل عن كل حاجه خاصه باللاعب، فانت بتبقى فاهم ايه التغذيه المناسبه، كل اكيد كل لاعب غير التاني، كل مثلا علاج كمان ممكن يختلف فتره العلاج، كل الحاجات دي بتسهلها جدا التحليل بتاع الدي ان اي. وزي ما دكتور ابو عبله كان بيتكلم، دي موجوده اصلا من زمان فعلا، لكن كويس قوي ان هي برده بيتم تطبيقها بشكل فعلي دلوقتي. اكيد اكيد نقطه في منتهى الاهميه. نروح بقى لاستكمال اخبار المنتخب، حيث تقرر السفر الى مدينه جروة الكاميرونيه يوم السبت اللي جاي بدلا من يوم الجمعه لعدم جاهزيه مطار المدينه لاستقبال الطائره الخاصه ببعثه المنتخب. وبالفعل حصل الاتحاد المصري لكره القدم على موافقه الاتحاد الافريقي كاف على هذا التعديل، باعتباره انه تغيير او تعديل اضطراري وخارج عن اراده البعثه المصريه. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه صدرت تشديدات على جميع اعضاء المنتخب بضروره اتباع كافه الاجراءات الاحترازيه لعمليه البعثه بالكامل لحمايتها يعني من فيروس كورونا، وعدم الاختلاط مع جميع من هم خارج المعسكر. وطبعا كل ده هيكون بالاضافه لاجراءات اضافيه ستتخذ في ملاعب التدريب اللي هيستخدمها المنتخب لضمان عدم الاختلاط باللاعبين في غرف الملابس وفي ارضيه الملعب، وكمان فرض القيود الطبيه عليهم. اكيد بنتمنى طبعا السلامه للجميع ان شاء الله. طيب امبارح بقى في تصريح كان عجبني جدا كابتن عصام الحضري، هو اتكلم عن استعدادات المنتخب في تصريح نشرته الصفحه الرسميه، قال تحديدا كده: لدينا هدف واحد، ان نكون رقم واحد في القاره الافريقيه، ولتحقيق هذا الهدف يجب ان نخوض كل مباراه على حده. اضاف كمان قال البدايه هتكون مع منتخب نيجيريا، بالطبع فريق قوي وبنحترمه وبندرسه جيدا، لكننا من اجل التتويج بالبطوله علينا الفوز على اي منافس. واوضح كمان ان المنتخب بيتدرب بشكل مكثف وهيخوض مرانه على فترتين، واضاف التركيز على اعلى مستوى والجميع يتنافس على تقديم افضل ما لديه ولا يتبقى سوى التوفيق. واتكلم كمان عن حراس المنتخب في المعسكر، هو قال ده بقى اللي عجبني، قال لا يوجد لدينا الحارس رقم واحد، الرباعي هم رقم واحد في المنتخب، هم الافضل في انديتهم، ولكن في المنتخب الجميع في تصنيف متساوي، الجميع يتدرب بقوه، ومن يشارك في المباريات سيكون وفقا لرؤيه الجهاز الفني. فتصريح محترم جدا، وهو ممكن يكون ليه يعني دلاله شويه بعد تصريح كيروش اللي رجع عنه، في ان هو لا قال لك لا احنا اكيد اكيد هدفنا البطوله، اكيد اكيد عايزين نبقى رقم واحد، ف في بالانس اهو في التصريحات. من الاول يا ست الكل مفيش مشكله بقى خلاص. طيب على كل الاحوال، بالمناسبه برضو امبارح اعلن الاتحاد الكاميروني لكره القدم عن تلقيه لخطاب رسمي من الاتحاد الافريقي كاف بالموافقة على حضور الجماهير في بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي هتستضيفها الكاميرون ابتداء من يوم الأحد المقبل إن شاء الله. طبعا حضور الجماهير هيبقى مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتفق عليها لمواجهة جائحة كورونا. وافق كاف على إقامة لقاءات المجموعة الأولى اللي بتضم منتخب الكاميرون بحضور 80% من سعة الملعب، مع يعني إقامة باقي مباريات المجموعة أو المجموعات الأخرى بحضور 60% من سعة الملاعب. كمان أعلن الاتحاد الكاميروني عن توافر التذاكر للحجز من خلال مراكز التوزيع المحددة من قبل. وبرضو جدير بالذكر عشان حضراتكم برضو يبقى عندكم خلفية، سعر تذكرة مباريات دور المجموعات الدرجة الثالثة هيكون 3000 فرنك إفريقي، ما يوازي 5 دولار، ويتبلغ سعر تذكرة الدرجة الثانية حوالي 8 دولار، بينما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى ما يقرب من 14 دولار، مع وجود طبعا تخفيض خاص حال حضور مباراتين في نفس المجموعة. على فكرة أسعار كويسة جدا طبعًا جدا طبعًا. أنا شايفة معقولة جدا. طيب تعالى بقى نروح لكوفيد، لأن احنا كنا لسه بنتكلم مش بس امبارح، احنا بقى لنا فترة طويلة بنتكلم بتاع سنتين يعني نادي ليفربول تحديدا امبارح كنا بنتكلم، لا تحديدا في الدوري الانجليزي وفي اوروبا الموضوع صعب جدا. فليفربول امبارح تقدم بطلب رسمي لتاجيل مباراته ضد ارسنال، ده في كاس الرابطه الانجليزيه، بسبب انتشار فيروس كورونا ده في صفوف الفريق بقى نفسهم. قال النادي يمكننا تاكيد تقديم طلب لتاجيل مباراه الذهاب في نصف نهائي كاس كارابو المقرر لعبها يوم الخميس اللي هو طبعا بكره امام ارسنال، ده بسبب العدد زايد من حالات كوفيد 19 الايجابيه المشتبه بها. ويعني اعتقد كده كورونا عامل ازمه في ليفربول بعد ما عمل ازمه في باريس سان جيرمان، ما تعرفش النادي اللي جاي ايه، بس واضح ان هو شرس جدا في طبعا اوروبا الفتره دي. صحيح، وعامل ازمه في اوروبا كلها فعلا مش بس حتى انجلترا.
طيب، وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة خلال الكام يوم اللي جايين، احنا معنا على التليفون الأستاذ أو الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود، صباح الفل على حضرتك وسنة سعيدة عليك وعلى أهل بيتك يا رب. صباح الخير يا على حضرتك وعلى سنة وأنت وكل سنة وطيبين وكل الشعب المصري وأهل بلد الخير. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. المتوقع خلال مثلا مبدئيا كده 48 ساعة اللي جايين ان شاء الله الجو متوقع يكون عامل ازاي يا دكتور محمود؟ طقس مشمس الحمد لله، شتاء مصر الممتع، شمس شتاء مصر الممتعة موجودة معانا خلال فترات النهار، بنشوف جو جميل جدا الصبح بعد الساعة 9 10 كده تلاقي الشمس مشرقة بشكل كبير، بتخلي الطقس إلى حد ما بيكون مائل للبرودة شوية، ما تقولش بقى بارد زي الاول او شديد البروده، لكن فترات الليل مجرد ما بتغيب اشعه الشمس تنخفض الضغط بشكل سريع وبيكون الطقس بالليل شديد البروده بالفعل على كافه محافظات الجمهوريه، بل ويصل للصقيع على مزروعات وسط سيناء لان درجات الحراره هناك اقل من درجات مئويه. انما طبعا للظواهر الجويه اللي بتاثر علينا في الاستقرار الشديد في الاحوال الجويه اللي احنا بنشوفه دلوقتي هي الشبوره المائيه اللي بالفعل بتكون كثيفه وبتصل لحد الضباب خصوصا في الفتره اللي هي بعد الفجر كده وبتستمر معانا لغايه الساعه 8 9، بعد كده تدريجيا بتبدا تتحسن الرؤيه على الطرق مع سطوع اشعه الشمس. طيب انا عندي سؤال طبعا دكتور محمود لحضرتك، لان خلاص احنا ايام بتفصلنا عن منتدى شباب العالم، فطبعا زي ما حضرتك عارف هو مقام في شرم الشيخ، حابين برضو نعرف من حضرتك الوضع في شرم الشيخ هيبقى ازاي الفتره اللي جايه. اتفضل يا فندم. الحمد لله، يعني الاستقرار اللي بيعم كافه محافظات الجمهوريه بيكون على راسهم المدن الساحل، المدن اللي تعتبر باشته جمهوريه مصر العربيه زي شرم الشيخ، الغردقه، الأقصر، أسوان، هذه المناطق وعلى رأسهم طبعا شرم الشيخ عشان المنتدى، طقس مشمس فعلا وطقس مستقر بشكل كبير. أحيانا بيتخللوا بعض السحب أو فرص أمطار خفيفة ولكن غير مؤثرة الحمد لله، ما فيش حتى الآن خلال على الأقل السبع ثمان أيام القادمين أي فرص لحالات قوية من حالات عدم الاستقرار ممكن تأثر على كافة. يعني هو الطقس هناك شبه القاهرة، يعني نفس اللبس نفس، يعني عشان برضو الناس المسافرة تبقى فاهمة. طبعا احنا بس ناخد بالنا نفس نوعية الملابس طبعا، بس ناخد بالنا من الشبورة وكثافتها على الطرق، إنما بخلاف كده نفس الملابس اللي احنا بنلبسها، الجو ممتع جدا في شرم الشيخ سواء في فترات النهار أو في فترات النهار. حلو جدا. جميل. سعداء كالعاده بسماع صوت حضرتك وان شاء الله نلتقي على خير. دكتور محمود بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. شكرا لحضرتك. نروح فاصل ونرجع بعدين نكمل كلام. اتفضل. صباح الهنا والرز مره ثانيه على حضراتكم. دلوقتي خلينا نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه والانشطه كمان مع مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، هي موجوده في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. يا هنا صباح الخير عليكي، ونصبح عليكي انا وكريم كل جمهور 10 الصبح في الاهلي وسامعينك. اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه، لكن النهارده من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. خلوني في البدايه ابدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعه 11:30 والمران هيبدا في تمام الساعه 12:15، ده طبعا ضمن استعدادات للمرحله المقبله وبالتحديد كاس رابطه الأندية، ومواجهة النادي الأهلي الأولى هتكون أمام الجونة يوم 13 يناير. يعني لسه يمكن اللعيبة اللي بتشارك في المران هم اللعيبة اللي لم يشاركوا في ضغط المباريات في المرحلة الماضية، لكن الفريق هيكتمل في التدريبات الجماعية بشكل كامل يوم 8 يناير. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله تكون بطولة جديدة بتضاف للنادي الأهلي. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة النهاردة بيواصلوا تدريباتهم، التدريب هيكون الساعة 5:30 بصالة النادي الأهلي طبعا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، استعدادا بقى للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الاثنين قدام الصيد. المباراة هتكون على صالة الشهداء بالنادي الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني فتيات الذهب سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي حتى الآن ماشيين بخطى ثابتة جدا في بطولة الدوري، فازوا في جميع المباريات، ويمكن دي طبعا مش حاجه جديده على سيدات كره الطايره. كمان رجال كره الطايره بيواصلوا تدريباتهم استعدادا للمباراه القادمه.
القادمه اللي هتكون امام سبورتنج ضمن منافسات الجوله العشرة والاخيره من الدور التمهيدي من بطوله الدوري. هيكون بس متبقي لرجال كره الطايره مباراه واحده كانت مؤجله من الجوله الثامنه طبعا بسبب سوء الاحوال الجويه. المباراه هتكون امام اسكندريه للبترول. حتى الان ايضا رجال كره الطايره فازوا في جميع المباريات بنتيجه 3-0، ان شاء الله يكملوا بهذا الاداء ويتاهلوا للدور القادم متصدرين المجموعه كعادتهم. كمان شباب كره الطايره 19 سنه بيواصلوا سلسله الانتصارات، قدروا امس يفوزوا على فريق صيد القطاميه بنتيجه 3-0 ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. يعني يا نهواندو يا كريم، لو اتكلمنا اكتر عن المباراه، شباب كره الطايره عملوا مباراه كبيره جدا، كانوا مسيطرين طوال المباراه منذ بدايتها وحتى نهايتها وقدروا يفوزوا في جميع الاشواط. خلونا بقى دلوقتي نروح لكرة السلة واستكمال الحديث عن التدريبات. رجال كرة السلة بيواصلوا تدريباتهم النهاردة، هيكون عندهم تدريب بدني الأول في صالة الجيم الساعة 1، بعد كده هيكون عندهم تدريبات فنية في صالة النادي الأهلي الساعة 2، استعدادا بقى للمباراة القادمة اللي هتكون أمام سبورتنج، ودي هتكون أول مباراة في الدور الثاني من منافسات بطولة دوري السوبر. يعني رجال كرة السلة مركزين بشكل كبير جدا الفترة دي، عندهم هدف واحد بس وهو تحقيق بطولة الدوري السوبر، وان شاء الله قريبا جدا نكون بنعلن عن كره السله الرجال ان هم ابطال دوري السوبر. كمان سيدات كره السله النهارده عندهم مباراه امام فريق الجزيره، المباراه هتكون الساعه 8 مساء بمركز شباب الجزيره ضمن منافسات بطوله دوري السوبر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى اخيرا نروح للعبه كره اليد. رجال كره اليد امس كانوا خاضوا مباراه وديه امام فريق الجزيره وقدروا ينهوها بفوزهم بنتيجه 36-32، طبعا ده ضمن الاستعدادات للفتره القادمه واستئناف بطوله الدوري. بالتحديد اول مباراه لرجال كره اليد هتكون يوم 17/1، هتكون امام سموحه. النهارده الفريق ايضا هيواصل تدريباته، هيكون عنده تدريب بدني الاول في صاله الجيم الساعه 2 مساء، وبعد كده هيكون عندهم تدريب فني في الملعب الساعة 4 مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يعودوا بشكل قوي زي ما عودونا دايما. أخيرا بقى سيدات كرة اليد مستمرين في الراحة السلبية اللي كان منحها كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق بعد طبعا الانتهاء من الدور الأول والثاني من بطولة الدوري. المباريات هترجع مرة تانية الشهر القادم، والفريق هيستأنف تدريباته يوم الثلاثاء القادم استعدادا بقى للمرحلة القادمة. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لكل الفرق الرياضية بالنادي الأهلي. يعني دي كانت أبرز الأخبار وكمان كل المعلومات المتعلقة بفرق النادي الأهلي المختلفة من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. تغطية رائعة وأخبار كمان حلوة منك جدا يا هنا، شكرا ليكي. واضح إن من الباك جراوند اللي أنا شايفاه الشمس فعلا حلوة جدا دلوقتي. يعني أعتقد بيبقى في الأيام دي في توافد من الأعضاء في أفرع بقى المختلفة من النادي بشكل أكبر، وخصوصا كبار السن أول ناس بيوصلوا دايما كل الفروع. ناس فاكرة كنا بنروح بعد الهوا كانت أكتر فئة بتبقى موجودة صحيح. فعلا من كبار السن وناس رياضية جدا صحيح. وبجد الواحد بيبقى أنا وكريم بنبقى رايحين هنفطر بقى ونقعد ونرتاح وحوالينا ناس كبار سن بيتمشوا بيعملوا رياضه صحيح. الواحد والله كان بيتكسف يعني. طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريده الجمهوريه وزميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هتقول لنا على اخر الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع المختلفه، وكمان هيكون ليها لقاء مع الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي في جريده الجمهوريه. صباح الفل عليكي وصباح الفل على ضيفك العزيز، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواندو، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الجمهورية. طبعا قبل ما نروح يا كريم للقائنا مع أستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية، خلينا الأول نستعرض العناوين اللي هتكون معانا في هذه الجولة. البداية من موقع اليوم السابع، اليوم انتخابات اتحاد الكرة ومنافسة بين قائمتي جمال علام ومحمد إبراهيم. ومن جريدة الأخبار عنوان المنتخب يتدرب بالقوة الضاربة اليوم. ومن المساء كان 2022 ملايين الدولارات تتصارع على اللقب، السنغال الأغلى، كوتيفوار الثاني، ونيجيريا الثالث. وأخيرا من صحيفة الشرق الأوسط، بعد جلسة مع توخيل لوكاكو باقي في تشيلسي. طبعا هنتناقش في كل هذه العناوين مع ضيفنا العزيز جدا الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. طبعا برحب بيك في البداية وصباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع الزملاء في الاستوديو.
لو هنتكلم النهاردة يمكن الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة طبعا لاختيار مجلس جديد لإدارة الجبلية حتى نهاية 2024. لو هنتكلم عن القائمتين جمال علام رئيس الأسبق للاتحاد طبعا ومحمد إبراهيم، شايف المنافسات إزاي ويمكن يعني الكفة رايحة لقائمة مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الحمد لله نبقى الانتخابات النهاردة إن شاء الله بعد فترة طويلة يعني، وده طبعا هيؤدي الى استقرار كبير للاتحاد وقراراته، وبناء عليها بقى في استقرار في كل شيء في جميع الفرق والمنتخبات. وطبعا احنا بنتمنى التوفيق للاثنين، ولكن طبعا لازم في كفه يبقى هي الراجحه. وانا من وجهه نظري طبعا الكابتن جمال علام هو طبعا بخبره كبيره، وكان هو رئيس الاتحاد الاسبق وليه شعبيه كبيره، وطبعا اكيد خبره كبيره وشيء طبيعي اكيد اعضاء الجمعيه العموميه هيختاروا طبعا الخبره. وان كان طبعا هيبقى في منافسه من محمد ابراهيم رئيس نادي بولاء الدكرور، وطبعا نتمنى المنافسه الشريفه، وبحيث ان طبعا احنا ان شاء الله باذن الله يبقى اللي جاي افضل، ونخرج بقى من عنق انتظار الانتخابات، وان شاء الله باذن الله في الجمعيه دي هي المشروع الختامي هيوقعوه المرتب للمدير التنفيذي وغيره، وان شاء الله كل ده يخلص على خير، وان شاء الله يبقى نتمنى التوفيق للمجلس الجديد باذن الله ان شاء الله. لو هنتكلم النهارده طبعا عن تدريب المنتخب، يمكن خلاص صفوف المنتخب اكتملت بوصول محمد صلاح وتريزيجيه، وطبعا الحمد لله بعد ما اطمننا على سلبيه مسحه كورونا ووصولهم للمنتخب، هم طلبوا طبعا راحه سلبيه 24 ساعه. يمكن كارلوس كيراش خلاص بيدرس كل نقاط الضعف والقوه لاكيد يعني نيجيريا وغينيا بيساو، خلاص على الابواب 11 و15 يناير هنخوض منافساتنا. شايف التمرين النهارده ازاي بعد اكتمال الصفوف، وكمان ازاي المنافسات في افريقيا؟ طبعا هو التمرين يعني بقى اشتعل زي ما بيقولوا بانضمام محمد صلاح، وقوتنا الضربه اكتملت، خاصه احنا عندنا طبعا لاعبين كثر من المحترفين في الخارج الى جانب لاعبين متميزين جدا محليين، كل ده بيمثل قوه لمصر، خاصه نيجيريا من الفرق القويه جدا، والمباراه مش هتبقى صعبه ولكن ليست مستحيله على منتخب مصر في المجموعه الرابعه. وان شاء الله باذن الله كروش فاهم هو بيعمل ايه كويس، وهو مرتب نفسه كويس، وخاصه ان هو قاعد مع اللاعبين بشكل خاص وطالبهم بالتركيز بشكل 100% في كل شيء، حدد خطته ان كانت بتقترب من 4-3-3 بحيث يبقى في الثلاثي الارتكاز هيبقى ليهم دور فعال في الهجمات، خلى سيما في المهاجمات المرتده الى جانب التسديد التصويب من خارج منطقه الجزاء، ده الى جانب مصطفى محمد وقدرته على الارتقاء في منطقه الجزاء واستخدام راسه في احراز الاهداف. فان شاء الله كل التوفيق، وتريزيجيه طبعا محطوط تحت الاختبار بحيث ان هم يشوفوا اذا كان هيقدر يشارك ولا. وبالنسبه طبعا لعبد الله السعيد كان عنده اصابه، فطبعا ده هيرجع للمدير الفني والجهاز الفني وهيختار التشكيله الصحيحه امام نيجيريا. فكل التوفيق، وان شاء الله تبقى نحقق النجمه الثامنه باذن الله منتخب مصر، وكل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله. كان 2022 يمكن 24 منتخب بيشارك في البطوله. لو هنتكلم عن القيم التسويقيه زي ما احنا شفنا طبعا في تقرير المساء، يمكن ملايين باليورو، السنغال الاول يعني ما يقرب من 341 مليون يورو، شايف القيم التسويقيه دي ازاي؟ طبعا هي 340 لنيجيريا، وطبعا ساحل العاج ونيجيريا والسنغال طبعا، بعد كده احنا بنلاقي المغرب والجزائر بعديهم ومصر في الرقم السادس بما يقرب يعني 164 مليون يورو، الا ان طبعا محمد صلاح هو الاغلى لاعب في يعتبر يعني في من اغلى اللاعبين في البطوله. ده طبعا نتيجه الاحتراف في الخارج وقوه اللاعبين وقوه المنتخب و تنوع او عدد اللاعبين المحترفين لكل فريق في الخارج، فكلما ارتفع عدد اللاعبين المشاركين في ليفربول وتشيلسي وريال مدريد وغيره من الفرق، فطبعا بيرتفع قيمته التسويقيه، ومن خلال ده بيبقى في قوه ومنافسه، لان كل اللاعبين جميع اللاعبين بيبقى عندهم خبره عالميه كبيره جدا، فبتبقى المنافسات قويه جدا ما بين المنتخبات. وان شاء الله نتمنى المنتخب مصر احراز الكاس باذن الله ان شاء الله.
إن شاء الله. مع ذكر تشيلسي يمكن العنوان الأخير معنا من صحيفة الشرق الأوسط كان بيتكلم عن المناوشات ما بين لوكاكو طبعا مهاجم نادي تشيلسي وتوخال المدير الفني، ده طبعا بسبب لقائه في سكاي سبورتس، كان اتكلم أنه هو غير راضي ومش بيشارك في صفوف الفريق، وكمان أنه هو يريد العودة لإنتر ميلان. طبعا هو احنا كتير من اللقاءات سواء اللاعبين أو المدربين اللي هو بيبقى بيحاول او بينبه مجلس الاداره او الجهاز الفني بتاعه ان انا موجود، ما بيبقاش مش في كل مره بيبقى اللاعب او المدير الفني عايز يترك الفريق، وده اللي حصل للوكاكو لانه 28 سنه طبعا بيبقى نفسه ان هو بيشارك بشكل ايجابي ودايم مع تشيلسي، وان كان طبعا دي نظره المدير الفني، فهو من خلال كلامه الاخير ان انا لا انا باقي لغايه الشتاء ولغاية الصيف القادم مع تشيلسي وما بفكرش، وده كان مجرد حوار بسيط تم يعني فهمه بشكل خاطئ بدليل أنا بعترف أهو، وده طبعا المدير الفني اللي هو طبعا تفهم ده وأكيد هيبقى في نظرة قادمة إن كان المدير الفني شايفه أنه هو يبقى أساسي مع الفريق، فكل التوفيق يعني إن شاء الله. مشكورة جدا، نورتنا وشرفتنا يا أستاذ حسام على شاشة قناة النادي الأهلي وتحديدا 10 الصبح في الأهلي. شكرا يا فندم. شكرا شكرا. دي كانت جولتنا الصحفية النهاردة من داخل مقر جريدة الجمهورية، بشكركم جدا، عودة لكم مرة أخرى. إحنا اللي بنشكرك. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزة مريم، وشكرا مرة تانية لزميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. طيب كده الجزء الأولاني تقريبا خلص. الجزء الأولاني خلص، بس في حاجة عايزين نفكر برضو السادة المشاهدين بيها، لأن النهاردة خلاص هيبقى آخر يوم ستارتنج، بقى من الأسبوع الجاي هنبتدي نعرض اللي حضراتكم بعتوه، وهو الخاص بيبعتوا لنا الأفكار، الضيوف، المواضيع اللي حابين إن احنا نناقشها أو نعرضها في 10 صبح في الأهلي، لأن حضراتكم جزء من هذا البرنامج، ده اللي احنا قلناه في الافتتاح بتاع قناة الأهلي وفقر. صحيح. يعني بداية التنويه أصلا عن البرنامج، البرنامج الصباحي اللي كان لينا الشرف أنا وكريم فعلا إن احنا نكون أول ناس على قناة الأهلي بنعمل برنامج صباحي، فالحمد لله رب العالمين، يعني وفقا للتوقعات احنا نجحنا يعني، وده بحضراتكم، لا انا مش بس بقول بجد كلام كده، لا ده بحضراتكم، فحابين ان انتوا تقولوا لنا. اوريدي في ناس كتيره جدا تبعت على فكره برضو، من الحاجات اللي اتبعتت النوستالجيا مرة تانية. انا بحبها قوي الفقرة، انا بحب الفقرة دي جدا جدا، ترجع للتاريخ وتعرف الذكريات، حاجة بتعيشك في الفترة دي، وخصوصا ان التاريخ ده مشرف وغني ودسم ومليان تفاصيل وحدوته كبيرة. طيب نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بعدين نكمل كلامنا، اتفضل. مرحبا بحضراتكم، اولى فقرتنا الحواريه واللي هي فرحه اعتقد ما فيش اهلاوي يعني لما يتابعها مش هيفرح بجد، هنتكلم عن بطولات النادي الاهلي اللي فعلا ما بتنتهيش في كره السله تحديدا، وتتويجهم ببطوله منطقه القاهره، وكمان انجازاتهم اكيد الكواليس والاستعدادات كمان للفتره المقبله في 2022، كل التفاصيل دي. بس خلينا نرحب في البدايه كابتن احمد حسب النبي، المدير الفني لفريق ناشئات السله تحت 16 سنه بالنادي الاهلي. صباح الخير والنصر. وهنا ممدوح لعيبه النادي الاهلي لكره السله، صباح الخير والنصر برضه عليك. حضراتكم منورنا والكاس منورنا. أيوه. واليوم مبروك على البطوله. وعايزين يعني نعرف من حضراتكم بقى، وممكن حتى نبتدي مع حضرتك يا كابتن بعد اذنك، يعني تعرفنا كده كواليس وخلفيات البطوله، لان ما فيش بطوله بتيجي بالسهل، بتيجي باستعدادات وتدريبات ومواجهات ومنافسات قويه، فعايزين نعرف منك ملخص الكواليس كانت عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا البطوله دي يمكن ليها كان ليها ظروف خاصه كده، ان الجيلين 2006 و2007 اللي هم فريق 16 سنه السنه دي، الجيلين دول من الاجيال المميزه جدا في النادي. انا حتى يمكن قبل ما امسك الفريق كابتن سيد صابر مدير قطاع الناشئين كان خيرني ما بين ال 14 سنه وال 16 سنه، بس انا اتدربت كل جيل على حده 2006 و2007 لوحده سنتين قبل كده. فانا اخترت ان انا يعني اقبل التحدي مع اولادي بقى اللي انا مرنتهم قبل كده، انا اكتر واحد عارفهم وعارف امكانياتهم وقدراتهم. مرينا بفتره اختبارات كده بحيث ان العدد كان كبير جدا، والحمد لله قدرت ان انا اوصل لمرحله 20 بنت، منهم 9 بنات 2007، عشان كان في نظره مستقبليه كده من مدير قطاع الناشئين ان احنا السنه الجايه كمان عندنا بطوله المرتبط في السن ده، فيبقى عندنا 2007 عدد كبير جدا نقدر يبقى في قوام فريق السنه الجايه ان شاء الله. اوكي جميل. والحمد لله 9 بنات مميزين جدا جدا، وكان في جيل 2006 جيل موهوب جدا ما شاء الله عليه. وانا بشكر طبعا كابتن خالد عياد اللي اشتغل معاهم السنتين اللي فاتوا، وكابتن عمر هاشم اللي اشتغل مع جيل 2007 السنه اللي فاتت. الحمد لله. يعني حضرتك بتقول ان في جيل كامل مش مجرد افراد معينين، لا والله يعني حتى احنا عملنا 16 بيه، في 16 بيه اكتر من 6-7 بنات ما شاء الله عليهم كويسين، واضافه قويه للسنه الجايه ان شاء الله باذن الله.
وبالفعل كنا بنصعد بنات من الب يتمرنوا معانا كمان عشان يزودوا خبراتهم ويبقوا في احتكاك اقوى مع الجيل الاكبر اللي هو 2006، لان ب اغلبيته 2007. وبعدين بدانا نعمل بقى فتره الاعداد، ومعايا مدرب احمال من احسن المدربين في النادي الاهلي كابتن حسن، ما شاء الله عليه، اشتغل معايا بانتظام وبلان معروفه من البدايه ونفذها للنهايه، وده كان بيبقى قليل قوي لما تلاقي مدرب فيتنس اشتغل معاك بالبلان بتاعته لغايه اخر لحظه، يعني لغايه قبل البطوله باسبوع والله، وهو حتى خلال البطوله بيجي معايا تسخين كان بتاعه هو بيسخن الفرقه، ليه دور نفسي مع البنات ممتاز. الناحيه الاداريه معايا كابتن الاء خالد من الناس اداريه منتخب مصر في السن ده، فبرضه بتنجز كل يعني مهامها بسرعه جدا وباحترافيه جدا. حلو ان في تكامل بشكل والله ما شاء الله، الحمد لله ربنا رزقني بناس كويسه جدا ولعيبه على مستوى عالي. اشتغلنا في الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه بتوجيهات طبعا من كابتن سيد، كان دايما كابتن سيد صابر دايما كان بيخش معانا في التمرين، احيانا ينزل معانا الملعب يديني ملاحظاته، وكان معايا في البطوله برضو ليه هو كابتن الدكتور اسامه النمر مدير نائب مدير قطاع الناشئين. المفاجاه ان احنا مشينا كويس جدا لغايه الدور قبل النهائي، كسبناه كمان بفرق كبير جدا، ولكن المفاجاه بقى ان احنا خسرنا اول ماتش في البطوله كان مع نادي الجزيره، وكان البطوله عباره عن 3 ماتشات بس. يعني انا كان عندي ثقه كامله جدا، ويمكن انا قلت لهم بعد الماتش احنا هنكسب البطوله دي وان الكره في ملعبنا بقى خلاص. يعني الحمد لله يمكن تاني ماتش على طول الجزيره اللي كسبنا خسر من الزهور، وقلت واحنا الحمد لله كسبنا الفرقه الرابعه اللي هي مدينه نصر، وقلت لهم برضو لسه الامور بايديكم انتوا خلاص، كل الظروف بتساعدكم وكل الناس ساعدتكم حتى الفرق الثانيه. ثالث يوم مدينه نصر كسب الجزيره اللي كسبنا اول ماتش، فخرج الجزيره بره خالص. كنا احنا بقى معانا مع الزهور اخر ماتش، فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الزهور اول ماتش، مع ان الناس كل التوقعات كانت بتقول ان الزهور هيكسب الاهلي نتيجه ماتش الجزيره الاولاني. وبعدين لعبنا ماتش فاصل مع الزهور كسبنا فرق 19 نقطه الحمد لله، وكان الحمد لله يعني ختام الحمد لله كرم من ربنا يعني ان احنا كسبنا الكاس الحمد لله رب العالمين. يوم مبروك. الله يبارك فيك. دي الكواليس بتاعت البطوله بنظره المدرب، خلينا بقى نعرف من نظره اللاعبات. طبعا يعني اكيد بيبقى في توتر، اكيد بيبقى في استعدادات معينه، خلينا بقى نسمع منك يعني نعرف كمان جماهير الاهلي ازاي بتستعدوا. من ناحيه استعداد ازاي بالظبط؟ يعني كواليس اي بطوله بتبقوا داخلين انا هتمرن، انا عارفه انا هعمل ايه، فرق كلها انا مضمنه ان انا هكسبها، يعني زي ما كابتن احمد بيتكلم كان في فرق انتوا حاسين ان لا ممكن يبقى كومبيتيتور عالي، فخليني اعرف انت استعداداتك بتبقى ازاي، داخله بالثقه يعني؟ لا طبعا داخله بثقه كده طبعا ببقى داخله بثقه في نفسي، يعني لازم ابقى واثقه في نفسي، بس طبعا ببقى متضايقه برضو الفرقه اللي قدامي حجمها، عشان لو استهترنا بيها يعني هيبقى الماتش ممكن يضيع مننا، حتى لو فرقه انتوا ضامنين حتى ان هي حتى لو لعبناها قبل كده كسبنا ما تضمنيش ايه اللي يحصل برضو. صح بس يعني فبتحاول على قد ما تقدر تدي الفرقه اللي قدامك حجمها، تشوفي ايه نقاط ضعفها بحيث ان انت تستغليها عشان تكسبي، بتشوفي برضو ايه نقاط الضعف اللي عندك بحيث انت ما تكرريهاش في الماتش كده يعني. جميل. احنا دايما لما بيكون معانا اي ابطال او بطلات من السن الصغير بصفة خاصة بنهتم قوي ان احنا نسألهم نفس السؤال، السؤال اللي ليه علاقة بكيفية الموازنة ما بين التفوق الرياضي والتفوق الدراسي، لان دي نقطة برضو عايزين نصدرها لناس كتير وخصوصا الاباء والامهات اللي ممكن يكونوا عندهم اولاد واعدين جدا بس خايفين عليهم من يعني ان هم ينغمسوا في الرياضة على حساب الدراسة، فعايزين نبين للناس ان في ناس عارفة تنجح في الاثنين، فهل الكلام ده ينطبق عليكي ولا الرياضه عندك جايه على حساب الدراسه؟ لا الحمد لله بعرف اوازن ما بينهم. انت بتدرسي في سنه كام دلوقتي؟ اولى ثانوي. تمام وماشي الحال؟ كويس. وطبعا الموضوع صعب وكده بس يعني الحمد لله. مش حاجه سهله برضو. لا مش سهله طبعا. هو انا عايز اقول لحضرتك ان يعني الحمد لله انا براعي جدا موضوع المذاكره والامتحانات والكلام ده بالنسبه للتمرين، خاصه ان هم عليهم حمل كبير جدا، احنا بنتمرن تقريبا كل ايام الاسبوع، مثلا ممكن ناخد يومين راحه في الاسبوع او ساعات اسابيع يوم واحد راحه. ولما وانا الحمد لله الفرقه بتاعتي فيها 6 بنات متصاعدين 18 سنه بيلعبوا مع الاكبر منهم بسنتين وثلاث سنين، والحمد لله يمكن من اسباب فوز الاهلي في بطوله المرتبط تحت 18 سنه بنات 16 سنه اللي كسبوا بطوله المنطقه. جميل. يعني يمكن هنا واحده منهم. جميل. انا عايز اقول لحضرتك يمكن هنا بالذات الوحيده اللي يمكن الاقيها قبل التمرين بـ5 دقائق قاعده بره فاتحه الكتاب وبتذاكر.
برافو. يعني ما شاء الله عليها يعني، الله اكبر يعني. انا الحمد لله ماشيين كويس جدا في الدراسه، انا بتابع الموضوع ده جدا عامله نفسيا. الابطال عندنا كده كابتن احمد، يعني حتى استضفنا ابطال في رياضات كتيره جدا في النادي الاهلي بجد، منهم اللي في صيدله ومنهم اللي في هندسه يعني، وما شاء الله في منهم اوائل كمان، يعني فدي معادله صعبه مش سهله ابدا. معادله صعبه، انا كنت في نفس الموقف برضو، انا كنت لعيب في النادي الاهلي كل مراحل الناشئين، ويمكن انا دخلت صيدله يعني، فاللي هو الموضوع بيبقى حافز يعني. انا شايف ان الرياضه ان الشخص بيخرج الطاقه السلبيه اللي جواه كلها، وبيبدا يوجه طاقته لحاجتين، تمرينه ومذاكرته. حلو جدا. ودايما الاهلي بيبقى ليهم دور طبعا، ان هو بيربط المذاكره بانك تروح او ما تروحش، او انك تكمل او ما تكملش. فاللعيب لما بيبقى حريص انه يكمل بيبقى في الدراسه مع ده سمات اللعيب الكويس. بالمناسبه يعني لو حضرتك عندك مثلا ايه رساله معينه في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه تحب تقولها لاولياء الامور، يعني سواء اللي عندهم اولاد وبنات بيمارسوا الرياضه بشكل احترافي بالفعل، او اللي لسه بيقولوا يا هادي بس تاني ارجع لنفس النقطه، الناس اللي خايفه ان الرياضه تيجي على حساب الدراسه، تقول لهم ايه؟ وتقول لهم ايه كمان في حته فكرة ان الواحد يبقى ابنه او بنته بيمارسوا الرياضة بانتظام، ويا سلام لو بشكل محترف، ده هينعكس بالإيجاب ازاي عليه كشخصية وكتكوين؟ والله انا يعني بشجع ولي الامر جدا جدا ان هو يبدأ يوجه ابنه انه يمارس الرياضة، دي حاجة مفيدة بعيد عن فايدة الرياضة للصحة او للشخصية كمان يعني. في ولاد متفوقين جدا في الدراسة بس بيطلع في الحياه العمليه مش قادر يشتغل، وممكن يفشل كمان، رغم ان هو كان بارع في الدراسه. ليه؟ لانه ما قدرش يتعامل مع الناس، شخصيته ما اتكونتش صح، كان منغلق على نفسه جدا، انما الرياضه بتخلي الشخصيه مختلفه خالص، وخصوصا لو فيها منافسه كمان. اكيد اكيد لما بيكون فيها كمان الالعاب الجماعيه بالذات، حتى الالعاب الفرديه هو بيتعامل مع انا بشوف مع الفردي برضه يعني حتى الالعاب الفرديه بيتعلم مسؤوليه، هو يمكن الضغط عليه بيبقى اكبر بس يعني اكيد اكيد ده برضه بيحدد الشخصيه بشكل كبير، ان الواحد يتحمل الضغط او ضغوط مختلفه وينجح في كل حاجه في نفس الوقت. هي كمان الرياضات الجماعيه بصفه خاصه يمكن من ضمن المميزات اللي فيها، وكثير من الاهالي بيهتموا بالتفصيله دي مع اولادهم الصغيرين قوي، لما يكون الولد مثلا انطوائي شويه زياده حبتين، فبالظبط النقطه دي بتفرق كتير في تكوين شخصيته. طبعا طبعا بيخرج الحياه العمليه بعد كده عارف الدنيا ماشيه ازاي، قادر يتعامل مع كل الشخصيات. لا طبعا دي رساله مهمه جدا، الرياضه بتاخد الطاقه السلبيه في الولد او البنت في سن فعلا ولي الامر بيبقى محتاج حاجه تفرغ الطاقه السلبيه من جواه عشان ما تتوجهش توجيه تاني يعني. صحيح. فدي حاجه مفيده جدا. انا عندي سؤال بقى ليكم انتوا الاثنين طبعا، وهنا برضو هاجي لها في النقطه دي. ما شاء الله بجد يعني انتوا حتى فتره الكورونا كان يعني ما فيش توقف، لا وكنتوا مستواكم مش اللي هو يعني لم يتاثر خلينا نقول ابدا، حتى لما كان في توقف فتره صغيره ما كانش في تاثير على الاداء للاعبات. معلش دي حاجه مش سهله بقى كابتن احمد، احنا أكيد نفسنا محتاجين نعرف يعني ما شاء الله تاني ازاي ده حصل. والله هو النادي كمان وقف جنبنا وقفه كويسه جدا، ان هو بدا يرجع التدريبات بشكل تدريجي، بدا يعمل التمرين مثلا لو ساعتين ممكن نقسم عدد اللاعبات على مرحلتين يعني على نصين، كل نص بياخد نص التمرين او ساعه من التمرين مثلا، فبقى اللعيب بيخرج واخد من الساعه كانه اللي اخده من ساعتين لان العدد اقل. فبدانا بعدد وحدات قليله وبعد كده بدات تزيد تدريجي. كمان اللعيبه ولاء الامور دلوقتي عندهم ثقافه اكتر من زمان بكتير، بدا يتوجه بقى للتدريبات الاونلاين، بدا يتوجه للتدريبات البرايفت مع ان هو يحافظ على التجويد يعني. هو انا عملت كده كنت اونلاين ولا عملت ايه في الفتره دي؟ كنت تدخلوا اونلاين تعملوا تدريبات؟ مش اونلاين بس، كنا بنحاول قد ما نقدر احنا لو في مثلا ملعب فاضي جنبنا قريب مننا احنا بننزل نحاول كده نتمرن مع نفسنا على الاقل. لا بس بجد هم سبب في فكره طبعًا. برضو يعني اوكي التدريب وكل حاجه بس برضو هم ليهم دور كبير جدا ان هم يحافظوا على مستواهم يعني. لا لا ده شفناه فعلا. ولي الامر كمان دلوقتي الموضوع بقى بالنسبه له ان حتى بيعمل لي مشكله ايام المباريات او البطولات، ان الاقي اللعيب بيتمرن برايفت زياده عن اللزوم مع تمرين النادي، فببدا امنع الموضوع ده عشان ما يبقاش فيه حمل بدني او يبقى فيه دروب في مستواه الفني بسبب الحمل البدني. بس هم لا حريصين جدا كل لعيبه منهم، لا هم عارفين ان هم في النادي الاهلي وان الموضوع صعب موضوع مش سهل وموضوع منافسه، ولو مستواك قل في غيرك الف غيرك صح هيخش. طب التدريب يعني الاضافي ده لو كان بعيدا بقى عن الجزئيه البدنيه، لو كان في الفنيات، هل ده بيدعم اللي حضراتكم بتعملوه في التدريبات الاساسيه ولا ممكن يتعارض معاه؟
يعني لا. مثلا يكون اللي بيدربهم تدريب خاص مثلا ليه تكنيك مختلف، ولا كده كده في ثوابت لازم تكون متحققه؟ ده بيتوقف على اللعيب. يعني دايما بقول للعيب عندي انت خد برايفت زي ما انت عايز، او خد اتمرن لوحدك زي ما انت عايز، بس انت لازم تتمرن اللي ناقصك مش اللي المدرب عايز يمرنه لك. يعني انا دلوقتي بمرن برايفت، بجمع مجموعه واشتغل اللي انا عايزه. انت عايز ايه من البرايفت؟ انت ناقصك كذا او كذا وكذا، هل بتشتغله في البرايفت ولا لا؟ لو بتشتغله يبقى انت ناجح جدا. هو اصلا في حاجه للبرايفت؟ لان احنا بنتكلم، حضرتك بتقول ان تدريبات النادي لوحدها تقريبا يوميا. بص يا فندم، هو طبعا هل في مساحه للتجويد الاضافي؟ انا شايف ان الباسكت بول بالذات من اصعب اللعبات في الجزء المهاري، صعبه جدا ومحتاجه تكرار كتير جدا ومحتاجه شغل كتير جدا اشتغله على نفسه. كل لعيب بيلعب في مركز معين ليه مهارات معينه أكيد. لازم يحافظ عليه. فانا شايف البرايفت ده ان انا اشتغل على مهاراتي الاساسيه اللي تناسب مركزي، انما النادي مع الوقت بيبقى فيه فتره اداد، بنهتم طبعا بالجزء المهاري ده جدا جدا اكيد، وبنديله وقت كل اسبوع. في البدايه بياخد كل الوقت، بعد كده لما بنخش في الشغل الجماعي بنديله وقت كل اسبوع وبنقسمهم مراكز، وكل مركز بياخد مهاراته الاساسيه، ولكن في الاخر انت بتهتم بالشغل الجماعي اكتر. فبقى اللعيب بيبقى محتاج ان هو يشتغل بره على الشغل الفردي او المهاري. فاذا ده ما حصلش وراح في البرايفت اشتغل جماعي، فده بيتعارض طبعا، خاصة ان كل مدرب ليه مدرسة وليه اسلوب وليه طريقة. طبعا بالظبط، ممكن يحصل يعني يمكن كلنا نفس الهدف، بس بيبقى كل واحد ليه طريقته يعني. طب انا عايزة اروح لهنا شوية، يعني عايزين نسمعك، يعني فين صوتك يعني؟ بتخش تخلص في الملعب، لكن ما شاء الله عليها من افضل انا عارفاها، احنا عارفينها طبعا ما شاء الله. هنا طيب، عايزة برضو الناس تتفرج، يعني تتفرج وتسمع اكتر عنك. انت اصلا مين اللي اكتشفك في الباسكت وايه اللي حببك؟ يعني رجعينا كده للبدايات بتاعتك. انا اللي اكتشفني في الباسكت كان كابتن يحيى حجاب، كنت في عالم الرياضه في مدينه نصر، هو اللي حببني في الباسكت الصراحه. وبعد كده هو اللي كان السبب في اللي انا رحت الاهلي اصلا، كان وداني كابتن، هو اصلا كان في الاهلي، فهو وداني كابتن علي طلعت. ومن هناك صراحه دي اول مره دخلت الاهلي، اتمرنت معاهم. بس يعني كان عندك كام سنه اول ما ابتديتي الرياضه دي؟ اول ما ابتديت باسكت سواي 11 سنه. ايه 10 او 11. 10 او 11 اوكي. يعني وقتها كان طولك بالنسبه لل يعني صحابك كان ده. ايه كان السن ده؟ لا طويله بالنسبه لصحابي. هو انت اصلا كام دلوقتي طول؟ 179. 179. هو الطول بيفرق كابتن احمد فعلا ولا ملهاش علاقه؟ يعني بنشوف ناس طويله قوي ما بتعرفش تلعب. لا طبعا، هو الطول حاجه اساسيه في الباسكت بول، ولكن في ناس طبعا في علامات في الباسكت بول مش طوال، يعني معظم البلاي ميكرز بيبقوا هم بالظبط. يعني يمكن في الكريتيكال تايم انا بدي الكوره للبلاي ميكر، فاللي هو حافظ على الكوره. بالمناسبه يعني اشمعنى دايما بلاي ميكر بتلاقيه ودايما بيكون مميز جدا؟ عشان يعني دايما تلاقيه هو الاقصر من ضمن اعضاء. يمكن مهاراته اعلى، لان التوافقات بتاعه اللعيب القصير بتبقى اعلى شويه من اللعيب الطويل، فبيبقى قادر يتحكم. بس مع الوقت ومرور السن بيبدا الفروق دي تقل، يعني الطويل برده بيكبر ويبدا بقى توافقاته تزيد بالنسبه للناشئين يعني. بس دايما في مساحه لتوهج البلاي ميكرز حتى طبعًا. في الاجيال الاقدم طبعًا. للرجال من ايام كابتن عمرو ابو الخير مثلا، طبعا طبعا كابتن مدحت ورده، يعني طارق خيري اقصر من غيرهم وحاجه عظيمه طبعًا. في الملعب طبعا. دي دول ناس، دي موهبه بقى، يعني دي ناس الجيل ده كان عظيم قوي على فكره. اكيد اكيد طبعا. وعايز اقول لحضرتك يمكن احنا الايام دي بنفتقد النوع ده من اللاعبين في مصر كلها، يعني بدليل ان الاهلي جايب محترف بلاي ميكر. الزمالك السنه اللي فاتت كسب الدوري بمحترف بلاي ميكر. ليه احنا نضبنا البلاي ميكرز عندنا في مصر؟ يعني كل فتره كده بيبقى في نقص في مركز معين، وبعدين نبدا كل الانديه تشتغل عليه. زي مثلا طوال القامه، جالنا فتره عندنا نقص كبير في طوال القامه، لدرجه انهم عملوا لهم قانون في الناشئين ان اللي فوق ال 180 سنتي من حتى هنا واقفه على سنتي، يعني بيبقى ليه مميزات ثانيه في الملعب. شبيتي وانت واقفه يعني في ناس والله بتعمل كده، بس احنا يعني النادي الاهلي الحمد لله انا طبعًا. عندي خمسه فوق الطول في الفريق يعني الحمد لله. ف يعني يمكن ليهم مميزات بقى في الملعب تانية، مثلا بدل 2 شوتس مثلا بعد الفاول 3 شوتس، لو جاب ثلاثيه تتحسب باربعه. لا يعني فرصتهم اكبر بكثير في الدنكات والحاجات دي يعني. لا البنات لا، ما لناش في القصه دي، الولاد بقى طبعا يعني. طيب لو بصينا على
مش هقول الاحتراف بس يعني اكيد انت باصه قدام رسمه لنفسك مستقبل معين نفسك تحققيه هنعرفه منك، بس في نفس الوقت قبل ما نروح لدي انت بتبصي اصلا على يعني الرياضه دي عالميا، في حد مثل اعلى ليكي فيها؟ يعني دايما الواحد بيحب يطور من نفسه بيبص البعيد، فخلينا نعرف. طبعا ببص المستقبل وكده، مفيش مع يعني مثلا في سوبرد لعيبه بحبها دي مثلا اعلى كان في البنات، في الولاد ليبرون جيمس مش قوي برضه. يعني كويس يعني بتتابعي كده كده. ايوه بالظبط، هي دي النقطه ان انت تكوني اوير بال يعني بالقصه عالميا على ليفل تاني. طب نفسك تحترفي؟ انا عارفه دلوقتي كابتن احمد لا بس يعني هو اكيد انتم او كنادي احنا مش بنمنع لو حد جاله فرصه احتراف، صح كده؟ لا خالص، بالباسكت بالذات يعني هم حتى بيروحوا لما بيرجعوا تاني بيروحوا دراسه منح دراسه وبيلعبوا ويتالقوا جدا جدا. يمكن اقرب مثال كابتن نادين سلعوة يعني ما شاء الله الله اكبر كسرت الدنيا ورجعت ما شاء الله شايله النادي الاهلي. نعم بنت كابتن سيد؟ لا بنت كابتن سلعوة، بنت كابتن محمد. كان اسمه سيد سلعوة ولا انا غلطان؟ محمد سيد تقريبا. فعايز اقول لحضرتك ما شاء الله شايل النادي الاهلي دلوقتي ما شاء الله من نجمات النادي الاهلي ونجمات الدوري المصري كله ما شاء الله. بتهيألي فرصه ان لعيبه مصريه تحترف تحديدا في امريكا حتى لو رايحه هناك دراسه بتهيألي تبقى اقل شويه من غيرها، من منطلق ان امريكا حضرتك عارف ده مصنع الباسكت بول في العالم. اكيد طبعا اكيد احنا بس عندنا والله ناس شوي. عندنا ناس بتروح تتالق جدا جدا في دوري الجامعات هناك و يعني انما ال WNBA ده طبعا صعب شويه يعني محتاج بقى مواصفات خاصه والناس عاشت عيشه معينه واتمرنت تمارين معينه، انما والله في ناس بنات كتير بتروح تتالق في دوري المدارس وبعد كده تخش دوري الجامعات بتبقى ليها اسمها وتتالق جدا في اوروبا وفي امريكا. وفي الاخر للاهلي لما بيرجعوا مره ثانيه طبعا جدا جدا طبعا نضجوا كمان. طبعا طبعا. طيب كابتن احمد عشان الوقت برضو حابين نعرف بقى 2022 يعني ايه زي ما بيتقال في البايب لاين دلوقتي؟ والله احنا ان شاء الله باذن الله تارجت بتاعنا دلوقتي بطولة الجمهورية بإذن الله إن شاء الله، يعني إحنا كان عندنا تارجت البطولتين وحققنا أول حاجة بإذن الله، وإن شاء الله إحنا متفق معهم كلهم إن إحنا السنة دي لازم بإذن الله ناخد البطولتين بإذن الله. ده مش هيجي طبعا بسهولة طبعاً. إحنا عندنا دي البطولة الأصعب، عندنا منافسين في بطولة المنطقة داخلين معنا بطولة الجمهورية أقوياء، وعندنا انديه اسكندريه ما شاء الله برضو طيب. اسكندريه بتطلع سبورتنج وسموحه في البنات بالذات يعني الاتحاد يمكن قاهريا الجزيره دايما الجزيره الجزيره والزهور ومدينه نصر اللي هم الناس اللي لعبوا معانا الفاينلز يعني أوكي. ولكن ان شاء الله باذن الله انا واثق جدا جدا في فرقتي، الجيلين دول من اميز الاجيال اللي في النادي الاهلي، مستقبل النادي الاهلي، ويمكن داخل لحضرتك دلوقتي بنتين من اكتر اللاعبات موهبه في الجيل ده يعني ما شاء الله عليهم. والله عندي في الفريق 20 بنت الحمد لله، كان 18 سنه لما بياخد مني ناس انا عندي يعني خد مني مثلا اربعه انا عندي 16 واحده تانيين كلهم اي واحده منهم اي واحده منهم تنزل في اي وقت وتادي نفس الاداء. حلو زي يطمنا على اللي جاي ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن الله احنا ابطال الجمهوريه السنه دي ان شاء الله دعواتكم بس العادي معنا. بتاعنا طبعاً طبعا ما بعدناش خالص بإذن الله. الباسكت بول يمكن اصعب شويه من الهاند بول والفولي بحيث ان هي المنافسين اكتر لانها لعبه صعبه. لا هي لعبة صعبة طبعا جدا يعني طبعاً. من اكتر اللعبات الجماعيه صعوبه هي الباسكت بول، فاحنا عندنا ناس عندنا جيل قوي ان شاء الله، ونوعدكم باذن الله ان شاء الله نوعد النادي الاهلي باذن الله بطوله الجمهوريه باذن الله ان شاء الله. هنا مفيش حاجه عايز تقوليها يعني هنختم بالكلمه بتاعتك، حاجه عايز تقوليها بجد لجماهير الاهلي اللي لسه بتتفرج عليكي؟ لا اكيد عايزه تقولي حاجه. ما فيش هم حد اكبرك تيجي اللقاء ده ولا ايه القصه؟ انت اتورطتي تقريبا في القعده دي. انت على كل حال نورتينا ونورتنا يا كابتن احمد بالتوفيق بجد ودايما تسعدونا كده ان شاء الله. شكرا ليك باذن الله. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، رجعنا عشان نكمل معاكم احتفاليتنا بتتويج فريق ناشئات سله النادي الاهلي بلقب بطوله منطقه القاهره، وهتنورنا دلوقتي فاطمه محمد لاعبه النادي الاهلي لكره السله وكمان هنا محمد. صباح الفل عليكم منورينا ومليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني بجد شغل على الارض ولعب كمان بشكل محترف اكبر من سنكم، دي مش مجامله وانا متاكده ان انتوا سمعتوا الموضوع ده قبل كده كتير، ويمكن كابتن احمد شرح لنا برده كواليس
كتيره جدا كانت بتحصل. فعلى كل حال انا لابسه دي بتاعتك صح؟ ما انا لسه كنت بقول لها يعني الاهلي واحنا واقفين مننا في بعضنا يعني انتوا تجيبوا الميداليات احنا نلبسها يعني واحد. خلينا بقى نعرف اكتر عنكم لان جماهير الاهلي اكيد حابين يعرفوا برضو على المستوى الشخصي. فاطمه ابدا بيكي، عرفي الناس برضو بيكي وابتديتي اصلا الباسكت امتى الرياضه دي؟ انا ابتديت وانا عندي 8 سنين دخلت الاكاديميه بتاعه الاهلي. بدايتك في الاهلي من صغير. ففي كابتن احمد ابراهيم هو اللي يعني خلاني اخش الفرق وكده، كان اول كابتن مرني كابتن كريم. وانت كنت حابه الرياضه دي ولا لا؟ لان في ناس بيختاروا لهم لعبه وبعدين. لا هو انا بابايا كان يعني كنا بنتمشى في النادي عادي فقال لي يعني شوفي عايزه تلعبي ايه وكده، فدخلت الصاله قلت له عايزه العب باسكت وكده. اوكي حلو، يعني انت اللي اخترتي. كويس. وما غيرتيش رايك بعد كده؟ لا. اوكي جميل. طب وانت يا هنا بدايتك مع الباسكت جت ازاي؟ انا بدات وانا عندي 9 أو 10 سنين مش فاكره يعني، بس انا اصلا يعني دخلتها انا وصاحبتي كنا داخلين عادي يعني. بعد كده عملوا لنا اختبارات، كنت في مدارس في نادي اهلي مدينه نصر، عملوا لنا اختبارات. بعد كده قعدت بالظبط 3 شهور، بعد كده رحت بقى يعني اهلي الجزيره مع فرقه، واول كابتن يعني اتمرنت معاه كان كابتن كريم. اوكي. وخدوني في الاختبارات كان كابتن نبيل البخيت. وبرضه حبيت الباسكت من اول ما ابتديتي تلعبيه بشكل احترافي يعني. ايوه. وانتوا طولكم كام؟ معلش انا بسال السؤال ده عشان انا عايزه اعرف هل الموضوع ليه علاقه بس بالطول؟ يعني فاطمه انت كام سنتيمتر؟ 175. اوكي. انا 176 او 77. يعني كل الفريق تقريبا فوق 170. يعني لا في ناس قصيره برضه. في ناس بس انت ما شكلكيش 175. انا لسه كنت عايزه اقول مش كده برضه؟ ولا انت بتكشي مع القعده ولا وضعك ايه؟ ممكن. طيب برضو نفس السؤال اللي كنا بنساله من شويه برضو لكابتن احمد، الكواليس من وجهه نظركم انتوا اصعب المباريات اللي اضطريتوا تاخدوها عشان في الاخر تحصلوا على الكاس الجميله دي؟ هو كان اصعب يعني ماتش كان الظهور، اللي هو احنا يا نكسبه خلاص يا اما احنا خلاص نطلع بره البطوله. فده كان بالنسبه لنا اللي هو احنا لا احنا نازلين عايزين نكسب يعني. ده بالنسبه لك؟ بالنسبه لي احنا كان اهم ماتش الظهور. اوكي. هل بيبقى المباريات الثقيله زي كده بيبقى لها استعدادات مختلفه عن الماتشات العاديه؟ يعني هل استعدادكم بيبقى متوقف على مدى قوه المنافس، ولا انتوا كده كده بتمشوا على نمط معين من التدريبات؟ طبعا لازم بيبقى في استعداد نفسي وبدني وكده يعني. لا وبيبقى في روتين طبعا، اللي احنا لازم مثلا يعني احنا في ماتشات الفاينلز دي لا احنا ما بنروحش مدرسه مثلا، يعني مثلا ما بنروحش مدرسه لا، ومثلا مواعيد نوم دي كده كده اساسيه. بس طبعا يعني طبعاً في الماتشات دي لا، وكمان الاكل ومش عارف ايه. والكابتن كان يعني كابتن بتاع الفيتنس كابتن حسن كان لا قال لنا احنا ناكل ايه وما ناكلش ايه وكده. وفي يعني المدرسه عندك متفهمين للموضوع ده؟ بيعملوا لنا جوابات للمدرسه وكده. وممكن يجيله امتحانات ولا الموضوع بيبقى فعلا لطيف الموضوع ده على فكره؟ جدا. بس هل انتوا شاطرين يعني مع ده؟ هل في الدراسه شاطرين اصلا؟ الحمد لله. اهي ماشيه بس خلاص الاجابه مالك ماشيين يعني الحمد لله كويس. طيب ايه الكليات اللي عايزين تدخلوها؟ يعني انا عايزه برضو اروح لحاجه معينه عايزه افهمها. ايه حابين تدخلوا كليات ايه؟ انا عايزه ادخل بزنس. بزنس انا نفسي هندسه ديكور مثلا كده. تليق عليك يا فاطمه. والله. بس افرضي جه تعارض هتبقي ده ولا ده؟ يعني دراسه الباسكت ولا الباسكت؟ تحس عشان احنا على الهوا الباسكت. لا لا بس طب هل فكرتوا في احتراف؟ انا سالت هنا السؤال ده، هل فكروا ممكن لو جت فرصه احتراف مثلا؟ حابين اكيد اكيد. كنا برضو بنتكلم من شويه على دور الاهل في صناعه البطل او البطله، فعايزين برضو نعرف منكم انتوا الاثنين مين اكتر الناس اللي كانوا داعمين ليكم من الاهالي عندكم كاهلي يعني؟ لا هو بابايا ومامتي، بس بابايا نسبه اكبر يعني. دايما كان شجعني يقول لي يلا ومش عارف ايه يعني. مثلا التمرين ينزل يوصلني كل يوم، ومثلا يجي يتفرج عليا، ومثلا لو لعبت مثلا ماتش مثلا وحش ومتضايق يقول لي لا ولا يهمك ومش عارف ايه يعني. كان بيشجعني يعني، ومامتي برده الاثنين. كويس جدا. وانا برده بابايا برده كان بينزل يوصلني ويعني ايه. يعني الاثنين ليهم دور يعني معايا. يعني هو الموضوع متوقف على التوصيل بس ولا في دعم اكتر؟ انا طموحي ابعد من كده الحقيقه. لا طبعا يعني فاهم قصدي؟
يعني حاجات فيها دعم كده. اه طبعا لا هو بيشجعونا الصراحه. لا وكمان في فتره الكورونا كان بابايا كان بينزل معايا ونتمرن ونجري يعني كل يوم كان ننزل انا هو مثلا هو كان بيبقى بالعجله وانا اجري جنبه. يعني كان مثلا انا وهو يلا يلا هنا مثلا ننزل كل يوم ساعه ونص مثلا نجري في فتره الكورونا عشان كانت قافله فكنا مثلا نجري وكده وعجل بقى وكده. حلو ده. لا كويس جدا طبعا. طب غير كده انتوا المعسكرات اللايف ستايل بتاعكم بيعمل ازاي؟ يعني اوريدي الحياه في لما يبقى بطل رياضي بتبقى صعبه، مع المعسكرات بقى وقبل بطوله كبيره اكيد برضو وضع بيبقى مختلف صح؟ احكوا لنا برضو كواليس دي. يعني يعني معسكرات يعني مغلق ولا معسكرات حسب يعني مثلا معسكر يعني مثلا ماتش حضرتك قصدك المعسكرات اللي هي قبل البطوله قبل البطوله. لا قبل البطوله ده احنا كنا محضرين جامد قوي مثلا وداخلين لا احنا وتمارين ومش دماغنا ان احنا لازم ناخد احنا البطوله لازم ناخد دي حتى لو التركيز على حاجه معينه مفيش حاجه ثانيه مفيش حاجه شغلانه صح. حتى لو يعني اما خسرنا اول ماتش لا احنا فقدناش لا ما قلنا لا احنا هنرجع البطوله ثاني. ما هو ده اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه بقى، خساره اول ماتش ازاي ما اثرتش اللي هو عارفه ممكن ان هي حد ثاني يقول لك الروح نفسها كده تقل شويه فانتوا ازاي قدرتوا فعلا ده هدت نتيجه عكس يعني ادتنا تشالنج بالنسبه لنا تشالنج اللي احنا مثلا لا احنا هنكسب حتى لو خسرنا مثلا الفرق الثانيه بتقول علينا مثلا خلاص بقى دول خسروا من الجزيره يبقى احنا نكسبهم احنا بنثبت لهم ان احنا احسن يعني. ايوه بالظبط. اللي احنا شايفينه دي يعني شطات كده من ايوه ده ماتش النهائي بقى طبعا كده برده حصولكم على الكاس كان ماتش قوي. اكيد كان ماتش قوي. التيم ما بينكم او الروح ما بينكم ايه بقى يعني الشخصيات يعني لو احنا هنتكلم عنكم انتوا الاثنين يعني مثلا فاطمه دورها ايه وهنا اللي تقول لنا. لا ميسي طبعا بتفضل تشجعنا في الملعب مثلا لو حصل حاجه مثلا في الملعب ممكن مثلا واحده مثلا صغيره مثلا متوتره لا مش عارف ايه يلا ومش عارف ايه وتشجعنا في الملعب داعم يعني او ومثلا لو حصل حاجه مثلا ومش عارف ايه بنت حاسه ان هي متضايقه من التمرين احنا عامه الكبار بنروح لا احنا اللي بنلم الفرقه وكده كبار يعني كلنا مش يعني يعني التيم ما في روح حلوه دي نقطه مهمه جدا دي اهم حاجه يعني اهم حاجه في المكسب يعني. ايوه بالظبط. بتتابعوا بقى الفرق البنات اللي في دول ثانيه في الدوريات القويه بتاعتهم اللي في نفس سنكم تحديدا يعني اللي في سننا يعني انتوا عارفين انتوا مثلا بتلعبوا تحت 16 مش كده برضو بتتابعوا بقى فريق 16 سنه مثلا في ولايات امريكيه يعني مختلفه مثلا في الدبليو ام بي اي والام بي اي دول يعني من الاخر لا احنا بنشوف ايوه في الاخر فعلا يعني ما بنتفرجش على الصغيرين عشان ما بنشوفش يعني انا عادي بنتفرج على منتخبات كمان كبار يعني مثلا يابان كده بنتفرج على الحاجات دي برضو. اوكي جميل. طيب برضو فكرة ان كنا برضو بنتكلم من شوية في الفقرة اللي فاتت على ان في البعض من اللاعبات بيلجأوا في بعض الاحيان لتدريبات اضافية مع مدربين تانيين على سبيل التجويد ان هم يزودوا وينموا من مهاراتهم، هل لجأتوا لده انتوا الاثنين ولا ما احتجتوش ان انتوا تعملوا كده؟ احنا في فترة اكيد لجأنا هو كده كده بس احنا دلوقتي لا خلاص موقفين دلوقتي موقفين كان وقت الكورونا وبعد الكورونا برضو يعني في فترات برضو بتبقى لعيب مثلا بعد ناقصوا مثلا حاجة ناقصوا حاجة حاسس لا مثلا مش عارف ايه عايز يتحسن مهاراتي مثلا كده فكان لازم يعني نروح مع مع التمارين بس كنا بنواظب يعني مثلا لا احنا بنروح تمارين دي ودي بس برضو يعني تمارين البرايفت مش كل يوم يعني ايام محدده لأن يعني احنا فاهمين ان انتوا بتتمرنوا اصلا في النادي كل يوم تقريبا بتتمرن كل يوم وفتنس وكده على طول يعني. طب والحياه بقى العاديه لما بيبقى ما فيش ضغط بطولات ماتشات يعني بتبقى بقى بتعوضوها بان انا ارجع اركز في بصراحه على الاسئله دي مذاكره ولا بنخرج يعني بنخرج حاساكي شقيه مش عارفه ليه ولا انا احساسي غلط لا انا عندي نفس الاحساس والله صحيح يعني بنخرج وبنتفسح ونبات عند بعض وبعد نروح التمرين ما كان ذاكر لا هو انتوا قرب اتنين لبعض في الفريق واحنا يعني احنا لينا يعني جروب كده 2000 يعني احنا كنا اصلا 2006 بس بعد كده دخل علينا 2007 بقوا لا بقوا بجد بقوا اصحابنا يعني واخواتنا وكده بس يعني احنا ك 2006 احنا كنا 2006 طبعا قريبين من بعض قوي يعني ما حدش فيكم بيفكر يبقى مدرب بعد كده يعني يخش او يكمل الطريق ده من ناحيه ثانيه بعد ما يبقى لاعب
مش في دماغنا الصراحه. لا هو احنا عايزين نكمل نلعب يعني لا بس at a certain time خلاص يعني ممكن ده ما يحصلش. فهل انتوا حابين؟ في ناس بتقول لك انا بعد بخلص لا انا عايزه اكمل في التدريب او في التحكيم او كده، انتوا مش بتفكروا فيها؟ لا هو يعني لا انا مش شايفه غير بعد ما اخلص خالص. ممكن مثلا زي في كباتن كتير بنات مثلا اللي هم بيبقوا في يعني اداره وكده يعني مثلا زي كابتن حابب الغنام وكابتن عليا يعني في كذا كابتن بعد ما خلصوا خالص يعني مش ك. طب انتوا شخصيا عايزين ايه بعد ما تتخرجوا؟ يعني دخلتوا جامعات اللي انتوا عايزينها وتخرجتوا من الجامعات اللي انتوا عايزينها، ناويين على ايه؟ عايزين ايه؟ لا احنا عايزين يعني عايزه اكمل الباسكت برضو بعد ما اخلص الجامعه. يعني البيزنس اللي انت حابه تدرسيه مش هياخدك من الباسكت؟ لا طبعا. وانت بالنسبه لك؟ لازم نوازن ما بين الاثنين. ايوه بجد. ايوه جميل. انتوا نورتونا وشرفتونا واسعدتونا طبعا بالبطوله، وهنسعد بيكم اكتر بقى ببطوله الجمهوريه ان شاء الله. وكنا لسه واخدين وعد حالا من كابتن ان شاء الله. ان شاء الله بطوله الجمهوريه ان شاء الله بطوله الجمهوريه باذن الله. طيب نروح بقى فاصل وهنرجع ليه الفقره الاخيره زي كنا بنوه انا وكريم مع حضراتكم. هنتكلم عن يعني المنتخب مصر بس هنا ليه مرضى الشلل الدماغي، ايه القصه وحققوا ايه والكواليس دي كلها بعد الفاصل ان شاء الله. احنا نوهنا يعني في بدايه الحلقه عن الفقره دي، بس احنا لازم نبقى عارفين ان احنا فعلا عندنا ابطال بجد رغم اي صعوبات يعني ممكن ان هم يواجهوها. هم زي ما بيتقال كده المصطلح بتاعهم هم اصحاب الشلل الدماغي اللي قدروا يحققوا بطولات رغم كل ده وانجازات في مختلف كمان الرياضات. مش بتكلم مثلا في رياضه معينه، هنتكلم اكتر وهنعرف تفاصيل وهنعرف كواليس ونفهم اصلا ايه طبيعه هذا الداء او هذا المرض او هذا الوضع يعني مع دكتور محمد حمود بيومي المدير الفني للمنتخب منتخب مصر لمرضى الشلل الدماغي او البوتشيا. هنعرف برضو يعني ايه البوتشيا. يا دكتور صباح الخير. صباح نورنا. اهلا بحضرتك. سعداء بوجود حضرتك معانا دكتور. ربنا يخليك يا كريم. ربنا يحفظك. استاذنك نبتدي بالتساؤل اللي نهاوند ختمت بيه تقدمتها لحضرتك، البوتشيا او البوتشيا. مش كل الناس سمعت حتى المصطلح ده قبل كده، فلو في برضه مجال نعرفه للمشاهدين. البوتشيا دي لعبه لمرضى الشلل الدماغي شديد الاعاقه وكمان الاعاقات الحركيه الشديده. بيبقى في ضمور شامل في العضلات، بيبقى قاعد على كرسي متحرك، لازم الاربع اطراف يكون فيهم تاثير. لو قلنا ان كل المعاقين بيمارسوا كل الرياضات بس في لعبتين المعاقين بيمارسوهم وما بيمارسوهمش الاسوياء. ايه هما اللعبتين دول؟ كره الجرس للمكفوفين وكره البوتشا دي. ليه بقى؟ لان هي معموله مخصصا ليهم. هما المفروض ان هما يلعبوا كوره من غير ما يلمسوها لا بايديهم ولا رجليهم، مش كده؟ لا هي كره البوتشا دي عباره عن مجموعه من الكور مصنوعه من الجلد ومحطوط فيها ماده بتعمل وزنها 275 جرام وبتتمسك في الايد، عباره عن 13 كوره، في كوره البيضه اسمها الجاك. أوكي. وفي ست كور حمراء وست كور زرقاء. اوكي. بتتلعب يا اما فردي لاعب بيلعب لاعب او بتتلعب زوجي اثنين بيلعبوا اثنين او فرق ثلاثه قصاد ثلاثه. اوكي. في ملعب طوله 12 متر ونص في 6 متر. تمام. في جزء مخصص صناديق الرمي، كل واحد ليه صندوق رمي بيبقى ايه ما بيلعب فيه. في ست صناديق رمي. بيوقف اللاعب مثلا لو فردي بنوقف في مربع 3 و4 وبنبتدي نلعب كره الجاك الاول اللي هي البيضه اللي مصنوعه من نفس الخامات وبيبتدي يرميها عشان تعدي خط الفي. اوكي. بعد كده بيصوب اللعبه بقى، هنا ابتدت بقى اللعبه الممارسه بقى والتركيز ازاي بقى اللاعب يقدر يصوب على الكوره ويقرب كورته من الجاك. اوكي. بيبتدي يلعب الكوره الحمراء بيقربها من الجاك وبعد كده يبتدي الكوره اللاعب الاخر يلعب الكره الزرقاء. الحكم بيبص يشوف انهي كره اقرب للجاك، الحمراء ولا الزرقاء. الحمراء اقرب يبقى الازرق هو اللي يلعب. فكل واحد معاه ست كور. استراتيجيه اللعب بقى ازاي انا اقرب كوري من الجاك وابعد كور الخصم. هي ما فيهاش يعني اللي احنا عايزين نفهمه لحضرتك ليه ما فيهاش تعب قوي، يعني هي سهله وهم بيبقوا عارفين الرولز بس في نفس الوقت ما فيش مجهود يعني وفقا للحاله اللي هم فيها تسمح. بالظبط. هي متصنفه اربع تصنيفات طبيه. يعني في تصنيف بي سي 1 ده بيكون شلل دماغي بس ضعف العضلات اللي في ايده يخليه يرمي الكوره، لازم كمان ليه مساعد عشان يديله الكوره، ما عندوش المقدره ان هو يمسك الكوره. فهو بيمرجح ايده وبيزق الكوره. طب مش قادر يمرجح ايده ممكن يشوط الكره برجله. تمام كده. في بعد كده الاقوى يعني اللي يقدر يرمي الكره اقوى ده بي سي 2 بيكون برده شلل دماغي وبيقدر يرمي الكره لمسافه ابعد وده بيعتمد على نفسه بدون اي مساعد.
أكيد التعامل مع مرضى شلل الدماغي وخصوصا في إطار رياضي وفي لعبة بعينها وليها مواصفات معينة وليها قوانين معينة، يعني اللي حضرتك بتعمله مش حاجة سهلة، فعايزين برضو نوضح الصورة كيفية التعامل معهم. هل قدرات الاستيعابية عندهم بتختلف كتير عن الشخص السوي العادي؟ طبعا، لأن أصلا المشكلة بتبدأ أصلا الشلل الدماغي ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مشكلة بتحصل في المخ أثناء أو بعد الولادة أو قبل الولادة. والشائع جدا اللي هو أثناء الولادة بيحصل نقص أكسجين في الدماغ، فبيقدر يأثر بيعمل تأثير على المخ. بيكون حجم المخ في الوقت ده الطفل بيكون حجمه 400 جرام، فتخيل بيوصل لحد 5 سنين بيكون حجم المخ وصل 1400 جرام، يعني في فترة الخمس سنين دول بيكون حجم المخ كبر. طب لو حصل أي ضرر أو نقص الأكسجين ده عمل خلل في خلايا المخ، إيه اللي ممكن تخيل بقى؟ على حسب الإصابة، على حسب الخلل اللي هيأثره على الجسم كله. بيحصل بقى يا إما شلل على شقي بياخد إيد ورجل، يا الشق الأيمن يا الشق الأيسر. ده ممكن بعد الولادة كمان دكتور؟ ممكن لحد 5 سنين لو حصلت إصابة مباشرة في الدماغ، يعني ولد وقع اتخبط في دماغه. وعندي عينات من دي كتير حصلت، مثلا حادثة أو أي إصابة أثرت على القشرة الدماغية وأثرت على المخ، بتأدي لشلل دماغي. وعلى حسب نوع الإصابة على حسب التأثير، فممكن كمان تأثر على الكلام، تأثر على يعني ممكن بدنيا يبقى تمام ما فيهوش مشكلة، بس النطق مثلا ممكن، بس بيحصل برضو بدنيا بتأثر الأطراف، لأن التأثير بيحصل على العضلات. يا إما بيحصل فيها ارتخاء، يا إما بيحصل فيها تشنج، يا إما بيحصل فيها ارتعاشي أو ترنحي، على حسب نوع الشلل الدماغي اللي بيحصل. وكمان بيأثر على نسبة الذكاء بنسبة 25%، كمان بيأثر على نسبة الذكاء بتاعتهم من اللي مصابوا بالشلل الدماغي. هو عموما للمزيد من التوضيح حضرتك مشكورا، جبت معاك مجموعة صور كمان على حسب جبت بنتها. مجموعة صور يعني هنعرضها دلوقتي برضو نسمع تعليق حضرتك. في مجموعة صور كنت عرض دي، مثلا دي بطولة كرة القدم للشلل الدماغي، ليها تصنيفات برضو معينة مش أي حد بيلعبها. دول طبعا زي ما حضرتك شايفين بدنيا تمام، يعني هنا لا بدنيا عندهم، يعني بص حضرتك هنا إيده فيها مشكلة، رجل فيها بس مشكلة، بس أقصد عندهم القدرة مش قاعدين على كراسي. لا لا مش قاعدين على كراسي، ده هنا بيلعب كرة قدم عادي، كرة القدم السبعية ليها الاتحاد، ليها اتحاد دولي، واحنا بفضل الله تبع الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي، شاركنا في الاتحاد الدولي وهنشارك في البطولات بتاعته ان شاء الله. جميل. وكان لسه من حوالي اسبوعين حققنا الحمد لله، عملنا بطوله الجمهوريه وشارك 4 فرق واتعملت في مدينه الاسمرات اللي في المقطم، وكانت بطوله قويه جدا من المستويات بتاعه الفرق اللي موجوده كانت قوية جدا، واخترنا أولاد عشان يقدروا يمثلوا منتخب مصر من كرة قدم سبعية. ده مثلا فريق اهو برضو متصور مع البطولة. يبقى حصل في حضور جماهير يا فندم، ولا الموضوع بيبقى مقتصر على اولياء الامور بس؟ بصراحه بيبقى مقتصر على اولياء الامور، لان برضو لسه الاتحاد وليد ما فيش امكانيات وشهره كبيره والدعم ليه قليل، فاللي موجود مثلا اعضاء مجلس الاداره وموجود كمان اولياء الامور اللي هم خاصين باللعيبه. اعتقد تواجد جماهير ده برضو ممكن يفرق نفسيا بالايجاب كمان عليهم. اكيد طبعا، دي نقطه حلوه قوي. ودي بطولة السباحة، الاتحاد عندنا اتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي بيقدم المفروض 5 ألعاب، السباحة وألعاب القوة وكرة القدم السبعية والبوتشا والكراسي المعدلة. دي لعبة السباحة، برضو في منتخب اتعمل للسباحة وعملنا بطولة السباحة في نادي المهندسين في 6 أكتوبر كانت في شهر 11، وفضل الله حصل عدد كبير جدا، اكتر من 81 سباح، وده برضو انجاز ما شاء الله. والله العظيم شكلهم يفرح بجد، ربنا يكرمهم. محمود ده كان معانا قبل كده صح محمود؟ حصل في لقاء مع حضرتك. ايوه كان معانا قبل كده، شخصيه جميله، وهو دلوقتي في تركيا، محترف في تركيا بالظبط. دول كره القدم باستخدام العكاز، استخدام العكاز كره القدم بمبتوري القدم. يعني هو عنده مبتور القدم فبيلعب كره قدم بالعكاز بتاعه. هل الفرق دي يعني ليهم اي مشاركات في اي دورات بارالمبيه؟ طبعا، في الاتحادات طالما الاتحاد الدولي مشارك مع الاي بي سي لازم يخش ينافس فيه مباريات دوليه عالميه. يعني مثلا يعني كل اشكال الاعاقه بتكون مشاركه. بيشاركوا على حسب الاتحادات وعلى حسب الرولز اللي بتجيلنا من بره. دلوقتي مثلا احنا دلوقتي اتحاد الشلل الدماغي بقى موجود كمان شارك في الاتحاد الدولي اللي هو البيس فيد لكره البوتشا، بحيث ان احنا دلوقتي عندنا بطوله ان شاء الله في جنوب افريقيا
في شهر 3 تؤهلنا لباريس 24 بحيث ان المنتخب يتكون طب هايل، ده خبر كويس جدا. وعندنا بفضل الله احنا سافرت بالولاد بطولة العربية الافريقية في تونس 2019 وجابوا 3 ميداليات ذهب وفضه وبرونز. حضرتك سافرت منفردا ولا برضه لازم يكون في اولياء امور بقى في الحاله؟ لا لا لا، في ما فيش اولياء امور، لازم احنا بنتكفل بالاولاد ورعايتهم، الجهاز الفني هو اللي بيتكفل. طب ده معنى كده ان كل اللي بيشتغلوا مع حضرتك لازم يكونوا مؤهلين برضه للتعامل مع الشباب دول؟ بالظبط، لازم، خصوصا بقى بره ارضيه الملعب، على الصعيد بقى الانساني وعلى الصعيد الشخصي والحياتي والممارسات اليوميه والاكل والشرب والحاجات دي برضو اكيد مهمه مش سهله. بالظبط، لان هم بيحتاجوا رعايه كامله. يعني مثلا في تصنيف عندي اللي هو بيس 3، ده اصعب تصنيف، ده بيستخدم منحدر وبيستخدم كمان لازم بيبقى معاه مساعد للاعب، يعني شخص بيساعده يحرك له المنحدر بتاعه في الاتجاه اللي هو عايزه ويحط له الكوره. وفي طالع من دماغه كده بنلبسه زي طوق واللي طالع منه اريال عشان يزق الكوره بيه. فتخيل بقى حضرتك ده واحد شلل رباعي كامل جدا، ما بيحركش لا ايد ولا رجل، فانت محتاج ان انت تساعده مساعده كامله. طب الامور يعني حضراتكم بتعملوا ده بنفسكم لمثلا لان الميزانيه بتكون محدوده وما تستوعبش قوي فكره ان يبقى في مرافقين مع كل لاعب؟ هو لا، رسمي الاتحاد الدولي بيخصص للعيبه دول في مساعد لاعب ليه معاه في اللعب. يعني مثلا انا في صندوق الرمي هو اللي موجود لي، هو المساعد اللاعب ده قدامه، ولو في التكريم بيتكرم بياخد ميداليه زيه زي اللاعب، لانه لو اخطا ده مساعد مكلف بالمأموريه، مكلف بالمأموريه. لكن بتكلم على صعيد الاولياء الامور، اولياء الامور لا، صعب جدا ان احنا ناخد اولياء امور لان اللائحه ما بتقولش. بس في حد بيراعي، يعني دي النقطه يمكن كريم قصده، لان محتاجين رعايه. بالزبط. ايوه، هم محتاجين رعايه. الرعايه دي احنا بنقدمها كجهاز فني بالمساعد بتاع اللاعب. انا مثلا في رياضه البوتش اول ما دخلتها بفضل الله مصر ابتديت اعلم اخواتي اللاعبين اللي هم الشلل الدماغي الشديد قوي دول ان انا اعلمهم اللعبه، وخليتهم يخشوا معايا دوره التحكيم ودوره التدريب علشان يفهموا اللعبه كويس جدا، عشان هو اللي بيساعد اخوه، بحيث ان هو لما يقدر يفهم اللعبه كويس جدا وسافرنا بره مصر هو كده كده بيساعد اخوه في البيت مع والدته ووالده، بيعرف ازاي ياكله ويشربه وينيمه ويحميه يعمل كل حاجه. فهو لما اخده معايا بره مصر يبقى هو برده عنده المقدره على كل على كل الحاجات دي يعني الخدمه الرعايه. يعني حضرتك بتقول ان انت دخلت الرياضه دي مصر. صح كده؟ طيب يعني اشمعنى الرياضه دي يا فندم؟ يعني ايه خلفيه اختيار حضرتك للتفصيله دي بصفه خاصه؟ وده مش انا في مش امر عادي. اقول لحضرتك يعني انا في مدرسه، المدرسه دي معلم خبير، المدرسه دي الوحيده على مستوى الجمهوريه اعاقه حركيه وشلل دماغي. المدرسه دي فيها 200 ولد وبنت كلهم شلل دماغ وعقاقات حركيه. انا بوديهم يعني بحب اخلي الاولاد يمارسوا رياضه لانها بتخرجهم عن حاجات كتير جدا فيهم وبيلاقوا نفسهم. فابتديت ادور، الاولاد مش لاقي لهم لعبه، مش لاقي السباحه مش مناسبه ليهم والعاب القوى مش مناسبه ليهم، ومفيش حاجه مناسبه ليهم. لدرجه ان في واحد منهم جه قال لي انا خلاص انا يعني عايز دكتور نفساني عشان انا ماليش اي لازمه. يعني انا لما بحب اكل بياكلوني، لما احب استحمى بيحموني طبعا. لدرجه وانا نايم عشان اتقلب لازم حد يقلبني. فقلت له لا، في لعبه كويسه جدا ليك، وانا ان شاء الله الاتحاد هيتشرف في 2018 وانا هخليك تبقى كويس في اللعبه دي. ووريته فيديوهات ليها، والدته اتصل بيا قالت ده ما نامش الله من ساعة ما شاف جميل. ما نامش من ساعة ما شاف اللعبة وشاف ان حضرتك قلتها. ربنا يكرمك. فابتديت بقى اشغل يعني اشتغل عليها لحد من فضل الله الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين بقياده دكتور احمد ادم رئيس الاتحاد شهره الاتحاد، وظهرت من خلالها لعبه البوتش. فابتديت بقى دخلنا اول بطوله كان ب 20 لاعب، ده الكلام ده من 2019. انتوا اللي دورتوا عليهم ولا يعني اعلنتم عن ان اللي عنده طفل او عنده ابن او ابنه؟ هو احنا ابتدينا الخامه دي كلها كانت موجوده بفضل الله عندي في المدرسه. أوكي. وفي اولاد في نوادي تانية برضو مش موجود ليها. كانوا النواه الاولى يعني. فابتدينا ندور برضو على الناس تانية، واعلنا لما اظهروا ان في بطولات، لان برضو كاولياء امور بيحبوا يخشوا على الاتحادات الجديده عشان يشوفوا هل في حاجه مناسبه لاولادهم ولا لا. وبالفعل ابتدينا نستقطب ناس، وعملنا بطوله حتى في بورسعيد، والناس في بورسعيد فوجئنا اولياء امور وجايبين اولاد شلل دماغي وقاعدين على كراسي متحركه، وقالوا دي اللعبه دي هتبقى مناسبه جدا لاولادنا، وبالفعل دخلوا معانا في اللعبه دي. ودي كانت نقطه بدايه ان احنا عملنا منتخب للبوتشا وسافرنا، وكانت اول مشاركه لينا في البطوله العربيه الافريقيه، والولاد حققوا ميداليات بانجاز كبير جدا. وبنشكر برضو الاتحاد على الاهتمام بالولاد برضو في نشر اللعبه دي.
ما هي دي بقى النقطة دكتور احنا عايزين نتكلم فيها اصلا من اصل كمان الفقرة دي كلها، فكرة هنا الروح اللي موجودة، يعني حضرتك بتتعامل معاهم بشكل يعني يومي تقريبا، مدرك قد ايه طبعا حجم مش هنقول المشاكل ولكن يعني في عوائق موجودة، ولكن رغم ده انت بتلاقي اكيد ناس عندها اصرار، ناس حابة ان هي يعني زي ما بتقال ايه امل في الحياة، فممكن الشق ده او الجزء النفسي الجزء المعنوي تكلمنا عنه اكتر؟ احنا عايزين نتعلم على فكرة ما نسمع. لا هو بص حضرتك النقطة اللي بتتكلمي فيها دي مهمة جدا جدا جدا، وبصراحة أولياء الأمور بيتعبوا معانا جدا، وكمان التكلفة المادية عليهم بتبقى عالية في الانتقالات والمروح والجاي، بس هو بيعمل كل ده ليه؟ عشان بيشوف الفرحة في عين ابنه. طبعا هي دي النقطة بقى اللي احنا بنقدر نوصلها، وكمان الفرحة لما ابنه يلبس ميدالية ويحس إن هو عمل حاجة. وتخيلي انا عايز اقول لك ولاد سافرت معايا تونس ولبسوا الميداليات بقى في تونس، يعني دي كانت حاجه كبيره جدا وفرحه من اهاليهم وهم موجودين واستقبالهم في المطار ان ابني حقق ميداليه وجاب، وممكن اخوه سوي ما فيش اي حاجه عملها. ولو كمان ربطنا اللي حضرتك بتقوله بالجمله اللي قلتها من شويه، جمله ان في حد في وقت من الاوقات قال لك انا حاسس ان انا ماليش لازمه. بالظبط بالظبط، يعني انا كده كده حس بكيانه انه ليه لازمه وليه اهميه حاجه بالظبط كده. دي نقطه مهمه جدا ان انت تحسس الانسان بدوره في الحياه والدمج بتاعه، ان هو يخش ويندمج وسط المجتمع ويحس ان هو فعال وسط المجتمع، هو خلاص كده نفسيا بقى مؤهل ان هو يدي اكتر حاجه عنده وجود بقى ان المجتمع سبب يعيش بقى. يعني سبب بالزبط. يعيش وسبب ان هو عارف الواحد يحس ان هو ما بيقدمش حاجه او حياته واقفه، دي ساعتها ممكن يصل لاكتئاب وحاجات تانية، لكن طبعا. طول ما انت حاسس ان انا عندي مشكله بس انا بنجز حياتي بتتغير بطورها، هي دي النقطه. بس اكيد بتبقى محتاج برضو يا دكتور داعم نفسي او استشاري نفسي، هل في ده وبيسافر معاهم ولا لا؟ لان دي نقطه مهمه جدا. والله ممكن عشان التكلفه ما جبناش اخصائي نفسي، بس احنا بنقوم بيه، احنا كمدربين بنقوم بيه. يعني احنا بفضل الله علاقتنا بالاولاد بقت قويه جدا، الناس بتتكلم معانا بنعتبر اسره، لان احنا زي ما انت حضرتك قلتي احنا شبه يوميا او يوم ويوم بنشوف بعض وبنقعد مع بعض في التمرين بالثلاث اربع ساعات، فانا بتعامل مع الولد وفي علاقه ما بيني وما بينه كتير جدا، ممكن تبقى في مشكله عنده يجي يحكيها لنا ما يكونش حكاها لأهلي. وممكن اهالي تلاقيهم ما عندهمش الرغبه ان اولادهم يشاركوا، ازاي برضو ده بتتعاملوا معاهم؟ مش من باب ان هم عايزين حاجه غير ان هم خايفين على اولادهم، فده ازاي برضو بتتعاملوا مع الاهالي؟ اصل شق التاهيل النفسي ده مش بس يعني فاهم الاهالي يعني هي دي بتحتاج مننا بقى ايه التوعيه والنشر، وندي دورات تنميه بشريه لاولياء الامور. أيوة. علشان خاطر نقدر نخليهم نقنعهم ازاي يقدروا يجيبوا بالزبط. اولادهم التمرين وازاي يتقبلوا الاعاقه اللي موجوده، وان هو لا انا هقفل عليه وهسيبه موجود شفت في البيت. شفت ده يا دكتور بعينك اهالي كانوا كده؟ في اهالي زي كده كتير، وكفايه ان هم مثلا عندي في المدرسه بيجوا بالمدرسه، كفايه ان احنا بنجيبهم من المدرسه، طب انا هاخده من النادي لا هو عايز بس يعلمه لكن صعب عليا. انا عايز اكد النقطه اللي انت بتقولي عليها اولياء الامور برضو كمان محتاجين دعم نفسي. هو الضغط مثلا ضغط الحياه اللي عندهم اولاد تانيين برضو عايزين مسؤوليات طبعا. فبيجي مثلا وقته بيقضيه معاه في المدرسه يومين ثلاثه في الاسبوع، وبعد كده يبتدي ان هو يقول لك انا اروح تمرين تاني بعد الظهر، الموضوع برضو صعب. على فكره يعني اعتقد ان برضو في هذا الصدد الاطار اللي احنا بنتكلم فيه بيتهيألي ان الدعم اللي بيجي لكم في حال وجود دعم بيجي لكم اما من وزاره الشباب والرياضه او من الاتحاد المعني، اعتقد لازم يتراعى فيه كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، لان مبدئيا ان الاولاد دول يسافروا مع اولياء امورهم ان شاء الله فرد منهم، ان شاء الله اب بس او ام بس، دي نقطه مهمه جدا. الاثنين ليه بقى؟ رجوع للنقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها، الاب والام هتبقى فرحتهم بالدنيا وهم مثلا معاكم في تونس او في الكاميرون او في اي يعني فعاليات تنافسيه في اي بلد بره مصر، ويشوفوا ابنهم في لحظه انتصاره، دي هتبقى برضو حاجه مهمه جدا، ونظرا لتكلفتها فاعتقد لابد من وجود دعم كافي ليها، يعني ده حق الاهالي برضو. النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي حصلت بالفعل معانا واحنا مسافرين بنعمل اختبارات المنتخب، يعني انا عملت اختبار المنتخب طلع 10 اولاد في 2 طلعوا بياخدوا ادويه معينه، لان هم لازم ياخدوا ادويه عشان ظروفهم الصحيه، الدكتور قال لي لا دول مش هينفع لانه الادويه دي فيها منشطات فلازم هيقعدوا 6 شهور يبطلوها، وهتكون طبعا البطوله عدت.
بس نوع المنشطات ده عفوا سريعا يعني مش ده بيكون بيندرج تحت اللي هو دواء مش منشط اللي هو الممنوع وفقا للقانون لازم يعني ناخد بيه موافقه. طيب الموافقه كانت صعب ان هي تيجي قبل ما يعني ناخدها هيكون ميعاد البطوله كان شهر على البطوله. ما هو ده يرجعني تاني لنفس النقطه لازم يكون في استثناءات كتير. ايوه في سرعه يعني حقيقه يعني. في بقى اولياء امور ولد كويس جدا اللي انا حكيت لك عليه ده واللي هو اسمه ايمن يعني اولياء اموره قالوا لي الاب والام قالوا لي لا مش هينفع ان هو يسافر لوحده من غير يا اما اخوه يسافر معايا يا اما حد مننا عشان خاطر ده طلب منطقي ومشروع جدا. هو طلب منطقي بس ده مش في اللوائح بتاعه الاتحادات. الاتحاد عنده دلوقتي هل اللوائح دي محتاجه تتعدل؟ اكيد طبعا محتاجه بقى قرار وزاري عشان تتعدل بيه. خطيبته من السيد الوزير؟ لا للاسف دي بقى حاجات خاصه بشغل الاتحاد ورئيس الاتحاد هو اللي يقدر يخاطب بيها لما المشاكل تتفاقم معاه في الحته دي. ان اولياء الامور بيبقوا عايزين يسافروا عشان الرعايه الصحيه بتاعه الولد والرعايه المتكامله ليه. بس اللحظه يعني حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها هم لما بيسافروا بياخدوا الرعايه الكامله من الفريق اللي معاهم يعني ما بيبقاش فيه تقصير او حاجه ما بيرجعوش فيه مشاكل او حاجه. ده اللي لا بفضل الله معانا ناس متخصصه بفضل الله في التعامل مع ذوي الاحتياجات يعني وبالذات الحالات الشديده دي وكل متطلباتهم بنديها لهم كويس جدا من اكل وكمان في ناس بتساعد بعضيها منهم بصراحه يعني انا في تونس شفت مواقف جميله جدا عجبتني قوي يعني كان معايا عبد الرحمن ده شديد الاعاقه جدا وهو انا واخده بي سي 1 عشان هيلعب الكره المفروض برجليه ففي الاختبار بتاع التصنيف الطبي قال لي لا الدكتور قال لي لا بتقلش منه الكره وهو بيشوطها برجليه فقال لي ده هيلعب بالرامب وهيلعب ايه ومحتاج مساعد فانا ابتديت نزلت مساعد معاه فشفت مستوى ذكاء الولد واحنا ما اتمرناش على دي الا فتره بسيطه في مصر في الاول هنا قبل ما نسافر وشفته كان هو ما بيحركش الايد ولا رجل فبيحرك الرنب بشفايفه ويلعب الكوره بشفايفه. الله ايه ده. ومستوى الذكاء بتاعه وكمان يعني عجبني في لعبه يعني كان منافسه ثلاث اولاد معانا من تونس بيلعبونا ففي ماتش منهم النتيجه كانت 5-0 ليهم هم في الشوط الاولاني هم اربع اشواط الشوط الثاني عبد الرحمن انا قلت له العب قصير والعب على الجنب بتاعنا فلعب فكسب 3 وبعد كده ثاني ماتش هم بيلعبوا الجاك الاول فكسبنا احنا 1 وبعد كده اخر شوط كسبنا 1 فبقت النتيجه 5-5 ففي الحاله دي لازم نلعب شوط فيصل علشان خاطر لازم المباراه تنتهي بفوز احد الفريق احد اللاعبين لازم يكسب فبيحطوا الجاك في النص في المربع بتاعه. انا هستاذن حضرتك سريعا لان الوقت خلص هنسمع الباقي بس سريع. فالمهم عبد الرحمن اختارت القرعه ان هو اللي يبدا فبدا رمى الكره بتاعته وجابها جنب الجاك فالخصم لعب الست كرات بتوعه وبعدهم خالص فعبد الرحمن انا لقيته بيتحرك على الكرسي بتاعه بيقول للراجل الحكم خلاص انهي انا هموت الخمس كور دول مش هلعبهم عشان هو كسبان ايه 1-0 وانا كنت منبه عليهم ان احنا لو كسبان 1-0 في الشوط الفيصل ده يبقى لازم انهي المباراه علشان خاطر كده انا كسبته ما العبش كوره تبوظ يا رب دايما كسبانين وموفقين. حضرتك بتعمل حاجه محترمه جدا تحياتنا ليك وجزيل الشكر لوجودك معانا في حلقتنا. ربنا يحفظك نورتنا يا دكتور وتحياتنا ليهم وربنا يوفقكم ان شاء الله دايما ارفعوا اسم مصر عالي دي النقطه في البارالمبيات الجايه كمان باذن الله. نشكر حضراتكم انا وكريم اكيد ويعني كان اسبوع حلو بدايه أسبوع وسنة جديدة علينا خير دايما يا رب إن شاء الله. نشوفهم الأسبوع الجاي إن شاء الله. نشوفكم على خير. إلى اللقاء.